بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيفنا كابتن عمرو بركات، لاعب نادي الجونة، وكان طبعا قبل كده في المقصة وفي الأهلي ولعب في العديد من الأندية. عمرو بركات من اللعيبة المميزة، هيكون ضيفنا النهاردة في الجزء الأخير، وزي ما اتفقنا كده خلال الفترة دي هنستضيف يعني لعيبة من كل الأندية عشان نعرف السنة دي إيه اللي حصل مع نادي الجونة، أسباب هبوط نادي الجونة للدوري الممتاز به. امبارح كان معايا عمر الوحشي لاعب الاسماعيلي، وكانت حلقه رائعه، واتكلمنا عن النادي الاسماعيلي والفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، وقال لي امبارح ان الكابتن ايهاب جلال اقوى المرشحين لتدريب النادي الاسماعيلي. فكل يوم كده ان شاء الله هنستضيف مجموعه من اللاعبين في الانديه المختلفه في الدوري المصري، وزي ما قلت لكم برده ان شاء الله خلال الاسابيع القادمه هنعمل برده هنرجع بقى حلقات الدوري الممتاز به عشان نعرف الامور ماشيه ازاي واستعدادات الانديه في القسم الثاني في الممتاز. معايا كمان لقاء النهارده مع محمد سمير مدافع نادي المقاولين العرب، من اللعيبه برضو المميزين جدا. لقاء مصور صورناه معاه زميلي طبعا احمد المصري، مراسلنا احمد المصري زميلي العزيز، عمل لقاء حلو قوي مع محمد سمير، هنتفرج عليه بعد شويه. خلينا نبدا بقى النهارده من عند نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري النهارده تعاقد مع مانولوفيتش، زوران مانولوفيتش، مانولوفيتش المدرب الصربي اللي احنا كنا اتكلمنا فيه امبارح، وقلنا لكم ان خلاص زوران مانولوفيتش بيقترب من تدريب نادي الاتحاد السكندري، وخلاص النهارده رسميا اعلن استاذ محمد مصلحي واعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع زوران مانولوفيتش. قالوا ان هو مدرب كويس، يعني هنشوف ان شاء الله ينجح مع نادي الاتحاد. الاتحاد السكندري كان يعني عنده اكتر من مرشح، لكن استقر خلاص وتعاقد رسميا مع زوران مانولوفيتش. النهارده كمان كان في صفقات جديده في نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري النهارده اعلن عن التعاقد مع المدافع الفلسطيني محمد الصالح. محمد صالح مدافع الفلسطيني اللي كان بيلعب في نادي ايسترن كومباني، لعيب كويس، مدافع قوي، بيلعب بدماغه كويس، كمان من المدافعين الهدافين، بيعرف يسجل اهداف من خلال ضربات الجزاء ومن خلال الضربات الركنيه والفاولات بدماغه، بيلعب بدماغه كويس جدا داخل ال 18 محمد صالح. وايضا اعلن برضه نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع اسلام عبد النعيم. اسلام عبد النعيم لاعب الجونه، اللعيب الجناح بتاع نادي الجونه، لاعب الوسط المهاجم، وعقد لمده 3 سنوات سواء لمحمد صالح او اسلام عبد النعيم. في تدعيمات كويسه قوي في نادي الاتحاد في الموسم الحالي، محمد صالح واسلام عبد النعيم وزوران ميلينوفيتش المدير الفني الصربي الجديد. معايا الاستاذ محمد احمد سلامه عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، قول لنا بقى عن الصفقات النهارده وعن التعاقد مع مانولوفيتش المدرب الصربي. استاذ محمد ازي حضرتك؟ يا كابتن كريم ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك يا كابتن. يعني طبعا عايزين نطمن على الاتحاد بقى، يعني سيد البلد، و ما شاء الله شايفين صفقاته اهو قويه النادي الاتحاد. امبارح كان ابراهيم حسن شراؤه بشكل نهائي من بيراميدز، النهارده محمد صالح واسلام عبد النعيم، جهاز فني جديد، مانولوفيتش مدرب صربي. قول لنا بقى التفاصيل كلها وايه اللي ممكن الاتحاد كمان يعمله خلال الفتره القادمه. والله والحمد لله طبعا توفيق ربنا، الحمد لله ربنا يا رب يكمل الدنيا على خير. طبعا انت عارف السنه اللي فاتت كان في استضفنا كده سوء توفيق في بعض الماتشات، وكان عندنا بعض الاماكن اللي هي طبعا فيها عجز في المراكز. طبعا احنا اتفقنا كلجنه كوره ومعانا الاستاذ محمد مصلحي طبعا، ايوه، ومعانا كابتن محمد عمر، طبعا احب اشكره على المجهود اللي عمله في اخر 5 طبعا مصر. طبعا فطبعا بس هو طبعا لظروف الخاصه بيه كعضو مجلس النواب وكمحلل قناه سبورت، فطبعا مش هيسمح له ان هو انه يكمل معانا كمدير فني، وده كان اتفاقه معانا. ايوه بدانا على طول طبعا، عشان انت عارف خلاص السيزون اللي جاي قريب جدا في نص اكتوبر، بدانا نبحث كذا سيره ذاتيه عن مدربين. كنا طبعا التوجه لمدرب اجنبي، طبعا حاجات كتير كده احنا عندنا كان يعني خطه كده من قطاع الناشئين، كابتن امام محمدين طبعا رئيس الجهاز طبعا عمل شغل كبير جدا عندنا في النادي من يوم ما جه. عندنا فريق 2005 السنه اللي فاتت حقق بطوله، ودي يمكن اول مره في تاريخ نادي الاتحاد حقق فريق من الناشئين بطوله جمهوريه.
2007 خد المركز الثاني. فعندنا يعني احنا شغالين من تحت لفوق، تعرف برضه الانديه الشعبيه الجماهيريه الامكانيات بتاعتها مش هتقدر تقاوم انديه المؤسسات والشركات في حته الصرف المالي او شراء اللاعبين بالمبالغ العاليه. طيب عندنا اتجاه ثاني ان احنا نبص على مدير فني اجنبي يبقى فريق زي ما كده تجربه بريرا مع الزمالك، وزي النهارده هو خد اللعيبه اللي طالعه من تحت وقدر يعمل بيها قوام فريق كويس. ايوه وده طبعا اكيد هيوفر علينا نفقات كتير، طبعا الدنيا كلهم بتتغير وكلهم في زياده، فكان دايما الاتجاه ان احنا نفكر. فكان قدامنا كذا سي في دورنا فيهم، خاصه المدرب الاجنبي تعرف حضرتك ما بيتاثرش بضغط الجماهير، ما بيتاثرش بالمجاملات، ما بيتاثرش باللعيبه بالسوشيال ميديا، فبيبقى بالنسبه لنا حاجه كويسه، خاصه احنا نادي جماهيري يعني بتعرض دايما لاي ضغوط بتبقى عامله مشاكل كبير بين المدرب وبين الجمهور. تمام. الحمد لله يعني كان من احسن السباقات الموجوده. هو كان ماسك سيمبا التنزاني؟ هو كان ماسك سيمبا التنزاني وكان عنده ماتش في يوم 10، الراجل اتم الاتفاق معانا ودفع الشرط الجزائي، وان شاء الله هو موجود معانا، مقرر يوصل ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي باذن الله. وهيبقى يعني هنبقى في استقبال وان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. هو طبعا مع بلوزداد الجزائري وخد 2018 مع اول اغسطس الانجولي، واخد دوري وكاس ووصل بيهم نص نهائي دوري ابطال. ايوه. وخد برضه كاس مع اهلي البحرين، وخد مع فريق انجوليا مش فاكر اسمه برضه في 2013 دوري. يعني هو راجل في اخر 10 سنين خبرته كويسه وحاصل على كويس كويس. قلنا ولقينا انه طبعا كان مفاوضات مع باتريس بومل كانت برضو على التوازي، لكن ما حصلش اتفاقات على النواحي الماديه. ايوه ان شاء الله يكون مدرب مميز. الجهاز المعاون بقى هيكون معاه حد اجنبي برضو ولا كله منه؟ هو معاه مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى تونسي ومغربي، الدول اللي شغالين معاه حاليا في سيمبا هو جاي معاهم. هيعاونهم طبعا ان شاء الله بقيه الجهاز، هيبقى كلهم من ابناء النادي عندنا بالاتفاق مع محمد مطلسي مع الكابتن محمد عمر مع لجنه الكوره، انه لازم حد هيبقى من الناس اللي موجوده من ابناء النادي. كويس. برضه للناس الموجوده دي خلاص ليها بصماتها وليها تاريخها، ولازم ندعم ولاد النادي بتاعنا عشان طبعا يستمروا في المسيره، ربنا يكرمنا ان شاء الله. لا ان شاء الله يكون يعني جهاز قوي لنادي الاتحاد السكندري. وانتوا اكيد زي ما انت حضرتك بتقول يا استاذ محمد ان انتوا درستوا السيفيهات واخترتوا ان مانولوفيتش ده افضل، نشتغل في اكتر من دوله افريقيه وعارف الامور ماشيه ازاي وخد بطولات مع الانديه اللي مسكها، فدي نقطه مهمه اللي احنا عايزين الاتحاد ان شاء الله السنه الجايه يبدا ينافس حتى يحاول يخش في المربع الذهبي يعني. يا رب. طيب النهارده برضو اعلنتوا عن محمد صالح المدافع الفلسطيني واسلام عبد النعيم وامبارح ابراهيم حسن. اكيد ثلاث صفقات قويه برضو. هو لسه والله برضو لسه بنقعد جمهورنا الكبير ان شاء الله يعني بيقعدوا لسه عندنا برضو ان شاء الله صفقات ثاني. وانا كنت يعني كنا دايما بنتناقش ان الموضوع مش بالكم هو بالكيف، احنا ازاي بندور على المراكز اللي الفرقه محتاجاها ناقصه فيها، لازم يكون فيها لعيب واثنين بدائل كوف عشان النهارده اي لعيب بيحصل له حاجه. السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله في موضوع راس الحربه مثلا. انا سامع ان انتوا بتتكلموا مع عمر السعيد وباسم مرسي فعلا؟ والله بص احنا يعني الموضوع فيه اكثر من اسم، مش مقتصر على الاثنين دول بس، في اسامي كتير جدا مطروحه. في مهاجمين افارقه برضو تحت المقدار، كلها برضو اتجاهات يعني ممكن نختار منهم واحد او اثنين. ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ويوفقنا. احنا يعني بدانا الموسم بدري، احنا بنحاول نخلص لعبتنا بدري ونسكن على اساس لما يجي المدير الفني ان شاء الله برضو يبقى قدامه الاتاحه اللعيبه وازاي النهارده هو. طيب يعني كده الاتحاد جاب المهدي سليمان حارس مرمى، ابراهيم حسن، محمد صالح، اسلام عبد النعيم، في حد تاني تم الاعلان عنه رسميا؟ ناصر لاعب الجونه برضه لاعب الوسط. ايوه صح. واحمد عيد لاعب نادي الاولمبي لاعب صاعد واعد طبعا. بيلعب ايه احمد عيد؟ احمد عيد بيلعب هاف. هاف بيلعب تسعه و10 واحيانا بيلعب ناحيه الشمال. كويس ماشي. طيب يعني بالنسبه للعيبه اللي حضرتك كنت بتكلم بسالك على عمر السعيد وباسم، قلت لي في اسماء ثانيه اخرى، بالنسبه بقى للعيبه اللي زي مثلا مابولولو او بواتينج، عقودهم ساريه مع الاتحاد مكملين مفيش مشكله.
والله بص، ما بقول لحضرتك هتبقى في حاجات هتستنى طبعا المدير الفني يحط كل الادوات تحت ايديه، وهو بقى هيجي يقرر لو مثلا حد هو حد مثلا ممكن هيوافق انه يطلعه او هيوافق انه يعيره لحد لو شايف انه قدامه فرصه مثلا ان هو مستواه السنه الجايه ممكن يبقى كويس لو خد فرصه مع نادي تاني، اي ده هيتحط تحت تصرف الجهاز الفني الجديد ان شاء الله. طيب بالنسبه لاحمد عادل، ميسي هو يعني من نجوم الفريق السنه دي، ويعني في انديه كتير كانوا عايزين يتعاقدوا مع احمد عادل ميسي، وعلى سبيل المثال الاهلي والزمالك وبيراميدز وكذا نادي وبنك الاهلي، يعني في كذا نادي كان عايز يتعاقد مع احمد عادل ميسي. جالكوا حاجه رسمي في احمد عادل ميسي ولا لا؟ وهل هو متاح للبيع ولا الاتحاد قافل القصه؟ والله هم اتنين يعني جالنا فيهم حاجات زي احمد عادل ميسي ومروان عطيه. مروان عطيه. والاثنين طبعا بفضل ربنا بنبارك لهم انضموا للمنتخب الوطني. ايوه. احنا بنحاول بقى ان شاء الله ان احنا اللعيبه عندنا في النادي تزيد وتبقى برضو على نفس المستوى. السنه دي صعب جدا ان حد من الاثنين دول يتحرك، وده باجماع الاستاذ محمد مصلحي ولجنه الكوره، لان انت مش عايزين الدروبات اللي حصلت السنه اللي فاتت انها تحصل. يعني ممكن مثلا في خلال السيزون او في اخر السيزون اللي جاي ان شاء الله لو الدنيا كويسه وبدات اللعيبه تنسجم وبدات ممكن نفكر ساعتها ايه ممكن يحصل، لكن السنه دي اعتقد صعب. مروان عطيه واحمد عادل ميسي مستمرين وصعب التفريط فيهم. انت طبعا انت بتعمل فرقه وبتقوي فرقتك، فطبعا لازم تحتفظ باللعيبه المميزه. نتمنى التوفيق والله النادي الاتحاد يا استاذ محمد. انا سعيد بالصفقات دي، حاجات يعني صفقات كلها مميزه ان شاء الله تخدم نادي الاتحاد، والاتحاد يظهر في الموسم القادم ان شاء الله بشكل قوي في الدوري المصري باذن الله. الله كابتن، والله بدعمكم دايما. انا دايما بحس ان انت دايما في ظهر الانديه الشعبيه، وهي دي متعه الكوره، الجمهور طبعا يعني. طبعا طبعا لعبت كوره وعارف يعني طبعا قد ايه هو متعه كره القدم كلها بتيجي من الجمهور، وخصوصا جمهور الاتحاد السكندري طبعا. جمهور ذواق والناس دايما واقفه في ظهر فرقتها، ودايما كنا دايما بنقول جمهور الاتحاد هو اللي بيطلع الافيهات وبيطلع الاغاني وبتطلع من عنده الحاجات الحلوه كلها. طيب ان شاء الله موسم كويس، وربنا يكرم كل الانديه يا رب، ونعمل حاجه تشرف الكره المصريه يا رب ان شاء الله. بشكرك استاذ محمد احمد سلامه، عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، وراجل كان صريح معايا في كل الاسئله اللي انا سالتها له، ويعني اتكلمنا عن الصفقات الجديده، اتكلمنا عن المدير الفني الجديد زوران مولونوفيتش المدرب الصربي، وعلى فكره معاه جنسيه برتغاليه برضه، يعني هو صربي ومعاه جنسيه ثانيه اللي هي الجنسيه البرتغاليه، ويعني لسه في برضه بعض الصفقات خصوصا في مركز المهاجم نادي الاتحاد شغال عليها خلال الفتره الحاليه. نروح بقى للحكمه شهنده المغربي اللي حكمت اول مره، اللي انت نجحت فيها بشكل كبير جدا مع زملائك في المباراه الاخيره فاركو وسموحه، وكان في مواقف تحكيميه كتير في المباراه، واول مره حكم سيده تحكم مباراه في الدوري المصري منذ نشاه الدوري المصري 1948. الحمد لله، والله سعيده جدا بكل التجربه دي كاول محكمه في تاريخ مصر، والحمد لله كان في توفيق من ربنا. احب اشكر الجميع على الدعم والمسانده، وده من فتره كبيره بصراحه، سواء اللعيبه في الملاعب كلها، سواء الجمهور، سواء اللجنه، سواء المشاهدين، فلقيت دعم من الجميع. كان في رهبه شويه بالنسبه لك في اول مباراه، ولا خدتي الامور بشكل طبيعي؟ لا والله خدت الامور بشكل طبيعي، ده حدث تاريخي ليا، وان لازم انجح في المباراه وربنا كان موفق فيها، فكنت في منتهى السعاده، وكان نفسي يعني كنت بحلم ان اقود حاجه زي كده، وربنا اراد في اخر الموسم ان اقود مباراه. طيب قولي لي يعني تعامل اللعيبه معاك ازاي في الملعب؟ يعني كان في انضباط او في مثلا التزام من اللعيبه داخل الملعب، ولا كان في مشكله مثلا حد اعترض عليكي؟ شفنا الاجهزه الفنيه برضه في قرارات معينه، ولا ده طبيعي ممكن بيحصل سواء لحكم راجل او ست؟ لا انا شايفه الاعتراضات كانت طبيعيه، الفريقين عايزين ياخدوا الثلاث نقط. طيب. فاي اعتراض بيحصل من اللعيبه وكده بيبقى رد فعل طبيعي، مش قصده مين اللي موجود او ايه الغلط بالقرار، لكن اللعيبه ذات نفسها تعرفني معرفه شخصيا ان انا حكمت لهم كذا مباراه وديه. أيه. واني انا محكمه من اسكندريه، واول حكمه من اسكندريه تدير ديربي اسكندريه كمان. أيه. فلقيت والله دعم من الجميع من اول ما اتقابلنا بالتوفيق يا كابتن، ونفس الشعور اتبادلنا نفس الشعور. طب كويس.
ردود الافعال ايه بالنسبه لك بقى؟ يعني مثلا اصدقائك كلموكي بعد الماتش قالوا لك ايه؟ اسرتك قالت لك ايه بعد المباراه؟ والله انا شايفه ان الجميع كان مبسوط بيا وفرحان، وخاصه ان ربنا اراد ونجحت في المباراه، واسرتي طبعا كانت الدعم ليا في كل شيء. والدي واخويا كانوا موجودين معايا في الملعب وشاهدوا كل الاحداث، وردود الافعال من الجماهير كانوا في منتهى السعاده يعني، وكانوا مبسوطين جدا والحمد لله. هو بيبقى توفيق ربنا في الاول وفي الاخر يعني. ايوه، ويعني كان برضو في موقف كده ان كان في هدف جه لنادي سموحه وتم الغائه، ورحتي للفار وبعدين خدتي قرار بالغاء الهدف. تمام. يعني شايفه الكوره دي ازاي؟ وبرضو استخدام الفار في مباراه، برضو على فكره سموحه كان عايز يكسب عشان يحصل على المركز السادس، وفاركو كانت مباراه قويه يعني. فاستخدام الفار، وسمعت ان انت يعني كان في اختلاف ما بينك وما بين الفار، انت بتقولي الهدف يعني مش صحيح او لغيتي الهدف وكان الفار هيحسب الهدف يعني. تمام. هو انا طبعا كنت عارفه ان يعني فرقتين من اسكندريه والماتش ديربي بينهم، وان سموحه لازم تاخد المركز السادس او بتلعب على المركز السادس عشان البطوله العربيه. ايوه. فطبعا احنا بنبقى محضرين لكل ده، وبتبقى مذاكر طريقه اللعب والفرق بتجري ازاي وبتتحرك ازاي. فحصلت اللعبه دي في الدقيقه 80 او 81 بالظبط، ففي كورنر بيتلعب واللاعب وذب على المدافع وهو نازل بايده على حارس المرمى. أيوة. فالكره دخلت جول، رحت انا مصفره صفاره متقطعه ان هي فاول يعني، انا مش جول بس. انا سبتها تدخل الجول عشان لو في حاجه مختلفه. صح صح، لازم اللعبه تكمل عشان تاخير وبعدين تشوفي القصه. بالظبط. وارجع بقراري اللي انا شفته، فانا شفت ان كانت الكره تستحق ركله حره مباشره على يعني خطأين، وعلى وان هو كمل بايده على حارس المرمى. بالظبط. فانا بصراحه كنت منتظره كونفيرم من الحكم من ان الكره يعني فاول، لقيته بيقول لي لا انا عايزك تيجي تشوفي الكره. لان انا عندي احتماليه هدف. فروحت بكل هدوء، واللي انا شفته هحسبه. انا يهمني في الاول وفي الاخر ان ادي كل واحد حقه، وهو صح انا صح ما فيش مشكله، المهم ان الواحد ينجح يعني في المباراه وكل واحد ياخد حقه. سمعت كمان ان كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام اشاد بيكي في الاجتماع لجنة الحكام مع الحكام، ويعني اشاد بيكي في المباراه كمستوى مميز يعني. الحمد لله الحمد لله. وتوفيق ربنا، وكان قراري موفق فيها يعني في اللعبه دي. ممكن نشوف برضو الموضوع ده بيتكرر السنه الجايه في الدوري، ان برضو حكم سيده برضو يحكم مباراه، ولا كانت تجربه وممكن ما تتكررش يعني؟ لا لا، انا اتوقع ان شاء الله هنكون متواجدين، ان الاتحاد الدولي بيطلب اللجان كلها ان احنا نكون متواجدين عشان كاس العالم وافريقيا، وخاصه حكم دولي وفي الـ LSA في افريقيا. وده انا شايفه كمان اللجنه بتدعمنا في كده ان احنا نلعب على طول، وانا شايفه ان شاء الله يعني دي بدايه لينا ان شاء الله. مبروك يا شاهنده، وبالتوفيق ان شاء الله في الفترات القادمه ليكوا لكل طاقم الحكام في مصر ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، وشكرا على الدعم، وشكرا لجميع الناس اللي بتدعمنا ولو بكلمه واحده. ان شاء الله. شكرا حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شاهنده المغربي، المحكمه المصريه المميزة اللي حكمت أول مباراة، أو أول محكمة سيدة تحكم مباراة في الدوري المصري للرجال، فكان حدث تاريخي وإن شاء الله هي نجحت بصراحة، عملت ماتش كويس جدا، كانت قراراتها يعني بنسبة نقدر نقول 100% أو 99% كانت قرارات موفقة جدا في المباراة، وحصل إشادة كمان من كلاتنبرج ولجنة الحكام بأداء شاهندة المغربي وطاقم التحكيم في المباراة. طيب خلينا نكمل أخبارنا، كنا بادئين بالاتحاد السكندري. في كلام دلوقتي بيتقال إن خلاص محمود جاد حارس إنبي بيقترب من نادي الزمالك. اللي أنا عرفته إن محمود جاد موقع في نادي الزمالك، ولكن لسه نادي الزمالك بيتفاوض مع نادي إنبي في المقابل المادي لانتقال محمود جاد. خلينا نشوف إيه القصة دي. أنا إمبارح كنت بتكلم مع أستاذ أيمن الشريعي رئيس النادي، دلوقتي هروح للأستاذ شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي انبي عشان نعرف هل في جديد بالنسبه لمحمود جاد ولا ده مجرد كلام ولا ايه بالظبط. يا استاذ شريف ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن كريم، يا رب تكون بخير يا فندم. الله يخليك يا استاذ شريف، منور. نورك يا فندم، ربنا يخليك. الله يخليك. امبارح كنت بتكلم مع استاذ ايمن الشريعي واتكلمنا في حاجات كتير جدا. صحيح. وموضوع ايبوكا وانتقاله لسيراميكا والصفقه التبادليه، وموضوع مصطفى شلبي لسه ما فيهوش جديد مع الاهلي. صحيح. وكنت بساله حتى على محمود جاد، قال لي لا والله في كذا عرض وفي ويجن ومش عارف ايه، لكن ما نجحتش موضوع ويجن.
فقلت له حتى انا سامع الزمالك يعني بيفاوضوا او عايز يتعاقد مع محمود جاد، قال لي والله احنا بنسمع برضه لكن مفيش حاجه رسمي، فعايزين نعرف ايه الجديد في موضوع محمود جاد. طيب هو لسه مفيش جديد، مفيش اي حاجه رسمي، طبعا شايف السوشيال ميديا كلها بتتكلم انه وقع لنادي الزمالك. ايوه قد يكون، ولكن هو مع اداره نادي انبي، لا لسه مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه رسمي. ايوه في كلام بين اداره الناديين، وكمان في اكتر من نادي كمان بيتكلم مع اداره معك استاذ ايمن الشراعي، ولكن لحد هذه اللحظه مفيش عرض رسمي يتقدم، فمفيش. بس حتى مفيش مكالمات هاتفيه مثلا، تليفونات ما بينكم وما بين اداره الزمالك؟ في مع استاذ ايمن الشراعي حصل، في طبعا في بخصوص محمود جاد اكيد في اهتمام بمحمود جاد من قبل اداره نادي الزمالك المحترمه. تمام. ولكن لسه مفيش جديد، مفيش عرض رسمي يتقدم، وفي برضه نادي تاني برضه بيتكلم مع كابتن ايمن علي على محمود جاد. مظبوط. نادي مصري ولا نادي خارجي؟ خليجي. خارجي. يعني من دوله عربيه يعني ولا؟ لا مفيش، هو دوله عربيه لان كله قفل، كله اوروبا قفلت خلاص. مظبوط مظبوط. تمام. وهل هل في حصل حوار ما بينكم وما بين محمود جاد؟ يعني انت توقعت ما وقعتش الكلام ده ولا لا؟ ما حصلش. هو الولد يعني انا شايف مهذب جدا وسايب امره للنادي، يعني هو اداره النادي طبعا بيثق جدا، هو ابننا يعني وبدا معانا واحنا يعني بنحبه جدا وما بنقفش في طريقه، وعندنا طول ما توفر البديل زي ما كنت بتكلم مع سيادتك قبل كده ما عندناش مشكله، وهو عارف ان احنا هنتكلم لمصلحته. ايوه. فبيثق فينا واحنا هنعمله احسن حاجه ان شاء الله. ان شاء الله يعني، بس في اتجاه ان هو لو جاء عرض كويس ما عندكوش يعني ما عندكوش مشكله نادي امبي ان هو يتم بيع محمود جاد لو تناسب، او يعني نادي امبي شاف ان العرض مناسب بالنسبه له؟ مفيش شك، مفيش شك، هو رغبته كده، واحنا بدل ما توفر البديل باكد تاني ما بنضايقوش، لان هو ابننا واحنا عايزينه برضه يكون مستقر وسعيد، وبالذات كمان ما يجيش على النادي، لان احنا بقول لحضرتك البديل موجود، فيبقى ما بنقفش في طريقه يعني. تمام. يعني في كلام مع اداره نادي الزمالك ولسه الامور ما وصلتش بشكل رسمي، لكن في اتجاه لنادي امبي والتفاوض مع نادي الزمالك بخصوص محمود جاد. في حاجه جديده حصلت من امبارح للنهارده غير موضوع محمود جاد؟ لا خالص، عشان ما نكررش بس الاسئله ونضايق حضرتك يعني. لا طبعا. انت راجل محترف وانا بعزك على مستوى شخصي جدا. الله يخليك يا شريف. الله يخليك. من الناس اللي بيحب يتكلم معاها. الله يخليك. بوينت يعني. الله يخليك. لا مفيش من امبارح، طبعا شفت مداخله جميله جدا بتاعت استاذ ايمن مع حضرتك، حاجه محترمه جدا. الله يخليك. مفيش تغيير حصل من امبارح للنهارده الا استماع اللي انا سمعته السوشيال ميديا ان هو وقع لنادي الزمالك. غير كده لا مفيش جديد، زي ما قلت لحضرتك مفيش تفاوض رسمي بالنسبه لمحمود جاد او عرض رسمي من اي نادي مصري او نادي خليجي، في كلام كلام شفوي ده اللي وصلنا لحد دلوقتي. تمام. بشكرك يا استاذ شريف طبعا، ونتمنى النادي امبي التوفيق، ويعني نادي امبي من الانديه المميزه، وزي ما هو برضه بيبيع لعيبه وبيستثمر وبيجيب فلوس فهو بيطلع لعيبه كويسه جدا، وبيحاول يكتشف لعيبه كمان في الانديه الاخرى زي ما اكتشف ايبوك نادي امبي، وكان ساعتها كابتن حلمي طولان طبعا اللي بنحييه طبعا ان هو يعني عمل فرقه محترمه جدا لنادي امبي وجاب عناصر مميزه ودرب العناصر دي واعدها بشكل كويس جدا، واللعيبه دي بقت لعيبه مهمه في الدوري المصري، يعني مثلا عندك ايبوكا، عندك دينو بيتر، عندك علي فوزي في امبي، انا بتكلم عن امبي، في جرجس مجدي برضه لعيب كويس جدا، في مهاب ياسر، في شكشك، في ديودار، لا يعني فرقه محترمه، النادي امبي عنده لعيبه مميزه، والفرقه دي كانت جديده، يعني في عناصر كتير مشيت من نادي امبي على مدار الثلاث سنوات اللي فات، لكن كابتن حلمي طولان بصراحه عمل فرقه محترمه جدا، وكان جايب اللعيبه دي بارقام بسيطه. دلوقتي اللعيبة دي يعني أسعارها طبعا، مش عايز أنسى مصطفى شلبي من نجوم الفريق ومن أفضل اللاعبين في فريق إمبي، في أحمد العجوز كمان في نص الملعب لعيب كويس جدا، خالد رضا، هشام عادل، بقى ألف سلامة طبعا لهشام عادل على الرباط الصليبي. فلا يعني اللعيبة كانت جاية بأسعار صغيرة جدا وأسعار بسيطة جدا، ما شاء الله مع اللعب ومع الشغل بدأوا يعني إيبوكا ماشي برقم كبير جدا، ولعيبة كمان بتروح مكان إيبوكا لنادي إمبي، شفنا أتولي لاعب سيراميكا واوفا لاعب سيراميكا انتقل الى نادي امبي في صفقه تبادليه مع ايبوكا، بالاضافه الى مبلغ مالي اعتقد يعني ما يقلش عن مليون دولار، اعتقد يعني دفعوا من سيراميكا لامبي، انا ما عنديش الرقم المحدد او الرقم المظبوط 100%، لكن اعتقد حوالي مليون دولار، بالاضافه لاثنين لعيبه ايبوكا انتقل من امبي الى سيراميكا. سامع كمان
ان المصري بيخلص في مروان حمدي لاعب الزمالك. مروان حمدي كان الزمالك السنه اللي فاتت مطلعه اعاره، ومروان عمل موسم رائع، كان تاني هداف الدوري. سامع برضو ان الزمالك بيتكلم مع النادي او المصري بيتكلم مع نادي الزمالك عشان ياخد مروان حمدي، وان المفاوضات ماشيه بشكل كويس، يعني مروان حمدي بيقترب من الانضمام للنادي اللي كاس العالم والفوز بالبطولات الاسيويه، وحاجه رائعه جدا كابتن حسين عبد الغني. ف يعني انا سعيد وبتشرف ان كابتن حسين عبد الغني معانا في كوره كل يوم على التليفون. كابتن حسين ازيك؟ هلا والله، مرحبا، كيف الحاله؟ امسي عليك وعلى الساده المشاهدين، وانا اللي سعيد الصراحه بتواجدي معك واشكركم على الاستضافه. الله يسلمك. الله يخليك يا حسين، انت راجل يعني رمز من رموز الكره السعوديه ومن اللعيبه الجامده اللي انا كنت بحبهم جدا يعني. حبيبي الله يخليك، يشرفني، بالعكس يشرفني. وبعدين يعني انت حافظت على مستواك فتره كبيره ولعبت حتى وانت سنك كبير، فدي حاجه مش سهله، حاجه بتبقى صعبه جدا في كره القدم ان انت تحافظ على المستوى ده على مدار سنين طويله يعني. صادق صادق، ما اكيد ما في شيء بيجي بسهوله، لكن قبل كل شيء كان توفيق من رب العالمين. اكيد اكيد، واجتهادك طبعا بجانب توفيق ربنا طبعا رقم واحد، واجتهادك واصرارك وشغلك وتدريباتك كلها حاجات مهمه جدا جدا يعني. كابتن حسين قول لي يعني اخبارك ايه مع الكره المصريه ومتابعتك ليها خلال الفترات اللي فاتت؟ والله انا من الناس اللي تابع صراحه الكره المصريه بشكل يعني مستمر، ما اخفيك يعني، واكيد بنستمتع يعني، لكن على الرغم انه الان في تذبذب كبير يعني في الدوري، احنا شايفين اوقات كبير صار بين الاهلي والزمالك والانديه الثانيه، يعني اول كن في انديه ثانيه كانت يعني كانت تنافس وبتطلع وبتنزل الفترات، لكن يعني مثلا زي الاسماعيلي نادي كبير طبعا فتره طويله مبتعد عن والاسماعيلي على فكره يعني من الانديه الممتعه، من الانديه اللي بتلعب كوره يعني، لكن لهم فتره طويله ممكن غياب النجوم عن الفريق او التفريط في النجوم، ممكن هذا كان لي سبب من الاسباب، لكن الكره المصريه اكيد يعني كلنا بنتابعها وبنستمتع في المباريات اللي فيها، على الرغم انه يعني الدوري صار طويل في مصر جدا، لكن في الاخير كلنا بنستمتع الصراحه. كابتن حسين عبد الغني بيميل للاهلي ولا الزمالك اكتر؟ والله شوف، انا بقول لك طبعا انا العب في النادي الاهلي اصلا. بتحب الاهلي؟ اه اهلي جده. انا في الاهلي، في الاهلي السعودي. انا بتكلم على المصري، الاهلي ولا الزمالك؟ ايوه مو بقول لك يعني، انا اعطيتك اياه من الاخر يعني، زي ما بتقول انت بتلعب الاهلي السعودي، يعني انت بتحب الاهلي المصري؟ اكيد طبعا، لكن يعني سعيد بالشيء اللي بيقدمه الزمالك. يعني سعيد جدا بالشيء اللي بيقدمه، وبصراحه اداره يعني الزمالك تشكر على هذا الشيء، واللاعبين تحقيقهم للدوري في الظروف الصعبه يعني بصراحه شيء يشكر يعني، واكيد طبعا هم الاثنين يعني فاكهه الكوره المصريه. اكيد. بالعكس التنافس بينهم، لكن ممكن انا اكون اهلاوي اكثر شويه يعني. اكيد. طيب يعني بتحب مين من نجوم الكوره المصريه سواء الحاليين او السابقين؟ والله شوف، انا احب كل اللاعبين، لانه انا بعتبرهم هذول زملائي، لكن انا بصراحه في شخص انا متعاطف معه بشكل كبير اللي هو شيكابالا. شيكابالا على الشيء اللي هو بيقدمه، سعيد يعني سعيد لي انه هو حقق بطوله مع الزمالك، واتمنى له تحقيق بطولات اكثر واكثر يعني الصراحه. ممكن شيكابالا يعني فتره من الفترات ابتعد، ممكن ما بنشوفه بيبدا مع الزمالك في الفتره الاخيره اساسي، لكن لما بينزل بيسوي فرق كبير الصراحه، وهذا المطلوب من لاعب كبير زي شيكابالا. اكيد طبعا، انا ما بتكلم على اللاعبين اللي موجودين في نجوم كبار، لكن انا تحديدا بتكلم عن شيكابالا. انا فاهم، انت بتحب شيكابالا ومتعاطف معاه وبتحب طريقه لعبه يعني 100%، والاشياء اللي بيمر فيها سواء في الملعب او خارج الملعب. ايوه طيب، مين من اللاعبين السابقين بقى اللي كان في جيل حسين عبد الغني المصريين انت كنت بتحبهم في السابقين، الجيل السابق يعني؟ ما اتوقع انه وقت الحلقه عندك حيسمح اني انا اذكر لك لعيبه كثير. لا قول لي واحد او اثنين يعني، ما تتكلم مع لعيبه لعبوا. انا لعبت معاهم طبعا كابتن محمد بركات طبعا، لعب معايا في النادي الاهلي. ايوه صح. أيوة. والكابتن حسني عبد ربه لعب معايا في نادي النصر. أيوة. طبعا الكابتن حسام غالي لعب برضه معايا في نادي النصر، يعني صح. هذول اللعيبه اللي هم لعبوا معايا، لكن لو احنا بنتكلم على الـ على الـ على اللعيبه اللي انا في جيلي واللي انا عاشرتهم، اكيد يعني ميدو والحضر، يعني لعيبه صراحه لعيبه ما تقدر تعدها، لانه الكره المصريه يعني مرت عليها فتره كانوا فيها نجوم، يعني لو ذكرت احد ونسيت احد تظلمهم. اكيد اكيد يا كابتن حسين. طيب قول لي بقى الزمالك والهلال
ان شاء الله الزمالك المصري طبعا والهلال السعودي هيلعبوا بعض في كاس السوبر المصري السعودي يوم الجمعه. هتشجع مين وتتوقع مين يكسب؟ لا شوف، اول شيء انا اشكر على القائمين على المباراه هذه، لانه بالفعل احنا افتقدناها فتره طويله. كانت فاكر لو في السابق كان كاس مصر والسعوديه او كاس كان بيكون باسم رئيس الدوله او الملك. أي. فهذه بالفعل انا اشوف انه هذه كانت تفيد الانديه بشكل كبير. مباراه صعبه طبعا، الاثنين سواء الهلال السعودي هو بطل الدوري السعودي والزمالك، فانا اشوف انها مباراه جدا صعبه. ما تقدر تتوقع انه مين يكسب فيها، لانه الاثنين مؤهلين انه ما يكسبوا انه يكسبوا البطوله، لانه فريقين عندهم نجوم على مستوى عالي، مدربين على مستوى عالي نفس الشيء. اكيد المفروض انه اي سعودي يتمنى انه الهلال يكسب اكيد، وهذا الشيء الطبيعي يعني، لكن نتمنى اهم في الموضوع بالنسبه لنا احنا كمحايدين انه يعني انه نشوف مباراه يعني تليق بسمعه الكره السعوديه والمصريه، وهذا الشيء اللي احنا حنشوفه باذن الله تعالى اكيد يعني تنافس داخل الملعب. وفي الاخير انا عن نفسي بصراحه لا اتمنى من الهلال يكسب. اكيد طبعا، اكيد كسعودي طبعا تتمنى الهلال، واحنا كمصريين نتمنى الزمالك، ده شيء طبيعي اكيد. لكن عايز بقى اسالك سؤال، يعني زعلنا جدا في مصر هبوط نادي اهلي جده النادي الكبير العريق الى الدوري القسم الثاني في السعوديه او دوري الدرجه الاولى، ويعني كان شيء غريب وظاهره غريبه جدا تحصل ان نادي اهلي جده ينزل الى الدرجه الاولى في السعوديه. يعني كابتن حسين عبد الغني النجم التاريخي لنادي اهلي جده يقول ايه على الموضوع ده؟ والله شوف طبعا هي كانت بالنسبه لنا صدمه او حلم، كنا يعني ما كنا مصدقين هذا الشيء لما صدمنا فيه وصار واقع. أيه. بالفعل الاهلي مر يعني مر بمرحله جدا صعبه. خلينا نتكلم بصراحه ونقول انه النادي كان يعني على يعني على المستويات اللي كان يقدمها طول الموسم كان يستحق الهبوط حقيقه. الاهلي ما قدم مستويات الصراحه. أيه. الاهلي كان ينقص اشياء كثير داخل الملعب وخارج الملعب، فصدمه. لكن في الاخير هذه كره القدم يعني، الان الفريق بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. عنده فرصة كبيرة وانه هو يرجع، ومو بالساهل طبعا، انت عارف القسم الاقل او الدرجة الاقل دائما تكون اصعب. أي. لكن باذن الله تعالى يعني الاهلي رجعته سريعة باذن الله تعالى ان شاء الله يكون درس والكل يتعلم منه، يعني انه ما كرة القدم ما لها كبير يعني، صح. كرة القدم اللي يخدمها داخل الملعب بتعطيه يعني. ما بتتلعب بالاسماء طبعا. ان شاء الله نتمنى العوده السريعه لنادي اهلي جده احد الانديه الكبيره جدا في الوطن العربي وفي السعوديه. اخيرا بقى كابتن حسين، يعني اتفرجت على احمد حجازي وطارق حامد مع نادي اتحاد جده؟ اكيد طبعا. ايه رايك ايه في مستواهم في الجولتين ثلاثه اللي اتلعبوا في الدوري السعودي؟ لا بصراحه بالنسبه لحجازي طبعا من العام الماضي هو بيقدم مستويات جدا كبيره. هي. تاثيره باين على 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 نادي الاتحاد. انا ما اتكلم على نادي الاتحاد خط الدفاع، لا على كامل الفريق، الشخصيه والتوجيه. يعني لاعب خبره وعنده تجارب كبيره، فبالعكس انا اشوف نادي الاتحاد استفاد منه يعني بشكل كبير. بالنسبه طبعا لطارق، من اللعيبه اللي انا احبهم، من اللعيبه اللي يعني اللي بيبرد قلبك احنا نقول في الملعب، يعني اللاعب بيلعب بقلبه، اشتراكات، لاعب بدني بشكل كبير، كلهم نجوم كبار يعني. ممكن طارق في الفتره الاخيره ما مع الزمالك ما لعب، بعدها صارت لي يعني ابعاده عن الفريق او او او، لكن يظل هو قيمه ولاعب لاعب يعني احنا بنسميه يعني طبعا هو بيلعب محور، فهو محور يعني خليني اقول لك هو الساتر الاول لاي دفاع هو بيلعب معه. أيوه. لاعب مهم للاتحاد والى الان بيقدم مستوى، طبعا لسه الى الان ما ظهر يعني لسه ما لحقناش نقيم يعني. انا متاكد انه هو عنده الامكانيات وعنده القلب الكبير اللي هو يساعد انه يقدم مستوى كده. تمام، بشكرك يا كابتن حسين، ويعني نتمنى التوفيق ان شاء الله دايما للكره السعوديه طبعا. وكنت سعيد جدا ان حضرتك معانا في البرنامج يعني كابتن حسين عبد الغني. حبيبي انا سعيد اكثر واشكرك، وان شاء الله باذن الله تعالى نتفرج على مباراه جميله بين الهلال والزمالك ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين عبد الغني نجم الكره السعوديه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل اخبارنا مع كوره كل يوم.
نرجع تاني مع بعض، ويعني الكلام كله يا جماعة في الفترة اللي جاية دي أو الفترة اللي احنا فيها دي هتلاقيه عن الصفقات. يعني طبعا مفيش ماتشات، احنا في فترة راحة، دوري انتهى في 30 أغسطس ولسه هنبدأ الدوري الجديد 16 أكتوبر القادم. يعني في ماتشات بسيطة خلال الفترة شهر 9، يعني الزمالك زي ما قلت لكم مع الهلال يوم الجمعة في السوبر المصري السعودي، يوم 10 بعديها بيوم اللي هو يوم السبت فيوتشر هيلعب مع فريق بول الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية، بعد كده في الزمالك هيلعب في دوري أبطال أفريقيا يوم 18 و25 في مباراة الذهاب والعودة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا مع فريق التشادي، يوم 23 يوم 27 منتخب مصر هيلعب ماتشين وديين مع ليبيريا والنيجر. هو ده الجدول اللي موجود في شهر 9، عشان تبقوا عارفين برضو ايه الماتشات اللي هتتلعب في شهر 9 الشهر الحالي اللي هو شهر سبتمبر. يعني فكل كلامنا هينحصر واخبارنا اكتر على الصفقات والانتقالات واللعيبه والفرق اللي هتشتري والمدربين وانتقالات المدربين. فيعني الفتره دي بتاعت كده في مصر هنا، عشان احنا خلصنا الدوري متاخر ولسه هنبدا الدوري الجديد ان شاء الله 16 اكتوبر. النهارده مجلس اداره اتحاد الكوره زار معسكر المنتخب في اسكندريه، منتخب الاولمبي عامل معسكر في اسكندريه طبعا بقياده روجيرو ميكالي، وده اسامه فيصل كابتن المنتخب طبعا بيعرف الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد على لعيبه المنتخب الاولمبي. وكان اجتماع زي ما انتم شايفين كده، الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكوره ورابطه الانديه المحترفه ورئيس لجنه المسابقات. برضه عايز ابارك وهني الكابتن عامر حسين اللي كان موسم صعب صراحه الموسم اللي فات، وكان مزدحم جدا وفي توقفات كتير، راجل يعني نجح ان هو يخلص كل البطولات السنه اللي فاتت، فبحييه وان شاء الله كمان السنه الجايه يبقى الامور منظمه اكتر باذن الله. هو الراجل ده يعني كان عامل زي الحاوي كده السنه دي، بيحاول يعني يسكن الماتشات، والاهلي عنده افريقيا ومش عارف بيراميدز والمصري، باين كان المصري كان بيلعب في الكونفدراليه، ويعني كان والزمالك كان في بطوله افريقيا، وبعدين كان في كاس عالم انديه وفي بطوله امم افريقيا وفي كاس عرب. فالراجل حاول بشتى الطرق انه يخلص الدوري، فبحييه بصراحه انه قدر يعني ينهي بطوله الدوري، وان شاء الله السنه الجايه تكون برضه فيها يعني جدول منتظم وامور افضل باذن الله في بطوله الدوري المصري. واللي هو مشهور طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن محمد بركات، طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره استاذ جمال علام طبعا رئيس الاتحاد، واستاذ محمد ابو الوفا يعني الاعضاء مجلس اداره الاتحاد الكوره كانوا بيزوروا النهارده المنتخب الاولمبي وبيؤازروا ويساندوا المنتخب الاولمبي طبعا في تشكيله الجديد ومديره الفني الجديد روجيرو ميكالي. وزي ما قلت لكم منتخب مصر هيبدا ماتشاته ان شاء الله من شهر 10 في تصفيات المؤهله، تصفيات الافريقيه المؤهله لأولمبياد باريس 2024 إن شاء الله. دي أجزاء كده من تدريب المنتخب الأولمبي النهاردة. في منطقة برج العرب مجموعة من اللاعبين المميزين طبعا كلهم مواليد 2001، وفي ناس اصغر، بس هو دايما المنتخب الاولمبي السن يبدا من 2001. حراس مرمى المنتخب كابتن عصام الحضري طبعا بيقود تدريبات حراس المرمى. يعني دي لقطات من معسكر المنتخب الاولمبي في اسكندريه في برج العرب، واستعدادات بقى ان شاء الله للفتره القادمه، ونتمنى التوفيق باذن الله لكل لاعبتنا والجهاز الفني الجديد البرازيلي ومع المصريين طبعا وائل رياض وعصام الحضري باذن الله. بالنسبه بقى للمنتخب الكبير المنتخب الاول زي ما قلت لكم عندنا معسكرين، معسكر هيبدا يوم 13 ويخلص 17، وبعدين معسكر اخر هيبدا يوم 19 ويخلص 28. معسكر الثاني اللي هو هيبدا يوم 19 اللعيبه المحترفه، تم اختيار 8 لاعبين محترفين، وانا جبت لكم الاسماء طبعا من يومين ثلاثه، كان محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش وحجازي وطارق حامد ومصطفى محمد واحمد حسن كوكا وسام مرسي. اللعيبه دي المحترفه هتبدا تنضم لمنتخب مصر الاول ان شاء الله يوم 19 ويوم 20 سبتمبر، عشان زي ما قلت لكم الماتشين الوديين لمنتخب مصر هيلعبهم مع ليبيريا ومع النيجر يوم 23 و27 باذن الله. وطبعا ده يعتبر
اول معسكر لفيتوريا، روي فيتوريا المدرب الجديد برضو البرتغالي لمنتخبنا الوطني. ان شاء الله كل التوفيق يعني لمدربينا سواء بقى مصريين اجانب، احنا يعني منتخبنا طبعا عايزين منتخبنا دايما يبقى في افضل صوره، وده كان تعاقد اتحاد الكوره مع فيتوريا، كان حازم امام وانس خالد الدرندلي استاذ جمال علام وكابتن محمد بركات كل مجلس اداره، ودينا الرفاعي طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. دي كانت لحظه توقيع فيتوريا الشهر اللي فات على عقود تدريب منتخب مصر لمده 4 سنين، زي ما انتم شايفين كده التيشيرت مكتوب عليه فيتوريا 2026، يعني لمده 4 سنوات، ان شاء الله تكون 4 سنوات مميزه لفيتوريا مع منتخب مصر. سواريش كان منزل النهارده بيان كده على الانستجرام، على حسابه على الانستجرام، بيتكلم بقى بشكل يعني مميز جدا على الاهلي، بيقول ان هو فخور بالفتره اللي قضاها مع كمدير فني النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، واحد اشهر انديه العالم، بيقول انا ما كسبتش بطولات لكن فوزنا بالاحترام والاعتراف باننا قدمنا شيء حتى لو في فتره قصيره للنادي الاهلي. وقال كمان يعني ان هو يتمنى يرجع للنادي الاهلي في الفترات قادمه، ان هو يعني كان سعيد ان هو اشتغل في النادي الاهلي، اكبر انديه، اكبر نادي في افريقيا ومن احسن الانديه واشهر الانديه في العالم. دي كده النهارده كلام كده من ريكاردو سواريش مدرب البرتغالي اللي الاهلي انهى التعاقد معاه، ويعني استمر في مصر اعتقد شهرين الا، لكن يعني الامور ما نجحتش والاهلي قرر استغناء عنه والتعاقد مع مدير فني اخر، وخلاص يعني خلال 3 4 ايام الاهلي هيعلن عن المدير الفني الجديد. لسه برضو يعني بصراحه مش عارفين، عمالين ندور وندعبس مين مدرب الاهلي القادم، يعني اللي احنا وصلنا له قالوا لي يا مدرب المانيا هولندي، فخلينا نشوف كده. ان هو طبعا الناس بتربط ما بين زياره كابتن حسام غالي راح المانيا وهولندا، وراح هناك برضو يتفرج على معسكر الاهلي اللي هيتعمل يوم 18 سبتمبر في هولندا، فالناس بتربط ان هو قعد مع حد من المدربين، ان هو راح ساعتها راح المانيا وراح هولندا. يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. الاهلي بيرفض عروض الصيف لضم كريم فؤاد، مقايده او تعاقد او تبادل، يعني الاهلي متمسك بكريم فؤاد ومش عايز يعني يطلعه ولا اعاره ولا اي حاجه، ان كريم فؤاد اصبح من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي. اكرم توفيق كمان يعني بدا او هيبدا تدريبات جماعيه مع النادي الاهلي وماشي بشكل كويس، وخلاص الاصابه انتهت، فهيبدا ماتشات وديه كمان مع النادي الاهلي في معسكر هولندا، وهيبدا بقى بالتدريج كده يعود الى مستواه ان شاء الله وتشكيله النادي الاهلي. بالنسبه للزمالك، الزمالك مسافر قطر بكره الصبح على طياره خاصه، يعني في طياره خاصه هتاخد نادي الزمالك وفريق الزمالك وتسافر على قطر طبعا استعدادا لمواجهه الهلال السعودي، وهيبقى في تدريبه لنادي الزمالك على ملعب المباراه اللي هو ملعب لوسيل، التدريبه دي هتكون يوم الخميس ان شاء الله. محمود علاء مدافع الزمالك هيجتمع بالاداره بعد مباراه السوبر المصري السعودي عشان يشوف مصيره في نادي الزمالك، هيكمل مش هيكمل الكلام ده كله. الهلال، نادي الهلال السعودي بيحصل على موافقه الاتحاد السعودي بمشاركه اللاعب الهلال الموقوف امام الزمالك محمد كانو، لاعب الهلال كان موقوف الفترة اللي فاتت، لكن الاتحاد السعودي نادي الهلال خد موافقة الاتحاد السعودي وخد موافقة مركز التحكيم الرياضي السعودي على محمد إبراهيم كانو لاعب الهلال، وهيشارك خلاص مع الهلال أمام الزمالك. نادي المصري بينفي وجود أي نية للتعاقد مع كهربا أبو علي لحسم ملف المدرب والصفقات الجديدة. اهو ده النفي بتاع النادي المصري، النادي المصري ينفي تماما وجود اي نيه للتعاقد مع اللاعب كهربا في الفتره القادمه. المصري كمان بيفوض كامل ابو علي لحسم ملف المدرب وايضا انهاء الصفقات الجديده للنادي المصري. طيب النهارده فيوتشر، نادي فيوتشر سافر الى اوغندا، وامبارح حتى او امبارح بقى سافر الى اوغندا، وامبارح جبنا لكم الصور
ووصول فريق فيوتشر الى اوغندا لمواجهه فريق بول الاوغندي في الكونفدراليه الافريقيه ان شاء الله. والنهارده الفريق فيوتشر خاض التدريب الاول بالنسبه له في اوغندا. نتمنى لفيوتشر التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. زي ما انتم شايفين كده في الصور ده احمد رفعت وناصر ماهر، ونادي فيوتشر بيستعد كابتن علي ماهر المدير الفني وعمر كمال عبد الواحد واحمد عاطف. فيوتشر بيستعد لمباراه بول الاوغندي، وانا بقول لكم ان شاء الله ان نادي فيوتشر هينافس على الكونفدراليه الافريقيه. النادي فيوتشر فريق قوي السنه دي في الدوري هنا وظهر بشكل كويس، عنده لعيبه مميزه جدا، عنده جهاز فني مميز بقياده الكابتن علي ماهر. فان شاء الله يعني كلنا هنشجع فيوتشر السنه دي عشان يعني ينافس على بطوله الكونفدراليه الافريقيه باذن الله. كابتن طارق العشري مدير الفني الجديد لنادي سموحه استقر على بدايه الموسم استعداد يعني للموسم الجديد، فتره الاعداد بالنسبه لنادي سموحه يوم 10 سبتمبر الحالي، يعني كمان 3 ايام، يعني يوم السبت الجاي نادي سموحه هيبدا الاستعداد للموسم الجديد. طيب خلينا معايا بقى بعض الاخبار عن العاب اخرى غير كره القدم. عندنا مصر، منتخب مصر لناشئين كره اليد مواليد 2004 بيفوز ببطوله افريقيا لناشئين اليد. البطوله اتلعبت في رواندا، بطوله افريقيا لناشئين كره اليد مواليد 2004، وكسبنا النهارده المباراه النهائيه بعد ما كسبنا منتخب رواندا صاحب الارض 51-29، يعني فرق حوالي 22 هدف لصالح منتخب مصر. خلي بالكم احنا في الهاندبول يا جماعه ما شاء الله، اتحاد الهاندبول بقاله فتره عندنا منتخبات الصغيره الناشئين والشباب جامدين جدا، يعني على مستوى العالم كمان مش مستوى افريقي. فالنهارده فوز ببطوله افريقيا للناشئين لكره اليد مواليد 2004 بقياده طبعا المدير الفني الكفء كابتن مجدي ابو المجد، احد نجوم كره اليد طبعا المصريه. وعايز اقول لكم قائمه اللاعبين اللي كانوا موجودين في بطوله افريقيا: يوسف وليد ويوسف ناجي ومحمد اشرف، في راس مروان محمد وائل، احمد طغيان، يوسف عبد احمد عبد الغني، معاذ عزب، محمد صلاح، محمد عبد الغني، عمر عدلان، احمد حسام، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد، محمد عماد، محمد مؤمن، بلال ابراهيم. جهاز الفني كابتن مجدي ابو المجد ومعاه الكابتن محمد عبد السلام ريشه، طبعا محمد عبد السلام ريشه النجم الكبير برضه مدرب عام، ومدرب حراس المرمى محي صلاح كابتن محي صلاح، والمدير الاداري كابتن محمد عبد المنعم، واخصائي العلاج الطبيعي كابتن عمرو عصام. ده الجهاز الفني وقائمه منتخب مصر الناشئين مواليد 2004 في كره اليد، ومبروك الفوز ببطوله افريقيا للناشئين. كمان في بطوله افريقيا لتنس الطاوله عندنا الزوجي بقى المختلط اللي هو بنت وولد بيلعبوا، طبعا الزوجي المختلط هنا جوده والبيلي محمد البيلي بيفوزوا بالميدالية الذهبية في منافسات الزوج المختلط في تنس الطاولة بعد ما فازوا على الزوج المصري يسرى حلمي وخالد عصر. يعني كان النهائي مصري مصري، نهائي بطولة أفريقيا في الزوج المختلط. البطولة طبعا بتقام في الجزائر، وعندنا المركز الأول الفريق المصري هنا جودة ومحمد البيلي، والمركز الثاني يسرى حلمي وخالد عصر. المباراة انتهت 4-2. وبرضه احنا في تنس الطاوله كسبنا بطوله افريقيا في الفرق على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات، فطبعا حاجه جميله جدا جدا جدا. وبكره هتبدا بطوله فردي الرجال بقى، يعني هتبدا منافسات فردي الرجال، طبعا كل اللاعبين المصريين الموجودين في المنتخب هيشاركوا في البطوله ان شاء الله. عندنا مستوى يعني على قائمه المنتخب الرجال عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان واحمد علي صالح وشادي مجدي ومروان جمال ومحمد وليد. على مستوى السيدات دينا مشرف وهنا جوده ومريم الهضيبي وآلاء يحيى ويسرى حلمي وفريده بدوي وهند فتحي ومروه الهضيبي، نتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله. بسرعه كده خلينا ناخد بقى الماتشات دوري ابطال اوروبا. النهارده كانت الجوله الاولى لدور المجموعات، دور المجموعات في بطوله دوري ابطال اوروبا. النهارده في نتائج الماتشات: باريس سان جيرمان كسب اليوفنتوس 2-1، كيليان امبابي متالق السنه دي مع البي اس جي وهو اللي جاب الهدفين النهارده، وكان يعني باريس سان جيرمان متقدم 2-0 على اليوفنتوس، وبعدين اليوفنتوس احرز هدف وانتهت المباراه 2-1 لصالح البي اس جي.
برضو ريال مدريد النهارده رغم ان الشوط الاول كان فريق سيلتيك الاسكتلندي مسيطر وضيع فرص كتير، لكن بخبره ريال مدريد بقى في الشوط الثاني، الشوط الاول النهارده ريال مدريد الاسباني بيلعب مع سيلتيك الاسكتلندي في ملعب سيلتيك، الشوط الاول سيلتيك مقطع ريال مدريد بمعنى الكلمه، وانفرادات بتضيع وكوره في العارضه ومش عارف ايه. الشوط الثاني لقينا الماتش تحول لصالح ريال مدريد تماما، وقدر فريق ريال مدريد يسجل 3 اهداف عن طريق فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش، وايدن هازارد، 3 اهداف وريال مدريد بيفوز بفوز كبير على سيلتيك الاسكتلندي 3-0. بنزيما خلي بالكوا اتعور النهارده، جات له اصابه وخرج في الشوط الاول. كمان فريق مانشستر سيتي قدر يفوز فوز كبير على اشبيليه الاسباني 4-0، منهم هدفين لايرلينج هالاند. النهارده بدا بقى تسجيله كمان، بقول لكم ما كانت اهداف هالاند ده، ما كانت اهداف، بدا تسجيله النهارده كمان مع مانشستر سيتي في دوري الابطال. يعني 5-6 ماتشات اللي اتلعبوا في الدوري الانجليزي جاب فيهم 10 تجوان، بدا النهارده اول ماتش في دوري ابطال اوروبا بيسجل هدفين في مرمى اشبيليه الاسباني. زي ما قلت لكم المان سيتي كسب اشبيليه 4-0، هالاند هدفين وفيل فودن هدف وروبن دياز هدف، ونتيجة كبيرة النهاردة المان سيتي على إشبيلية 4-0. كمان أول هزيمة لتشيلسي النهاردة في دور المجموعات، ودينامو زغرب الكرواتي بيفوز على تشيلسي 1-0، أورسيتش هو اللي أحرز الهدف، وكان النهاردة في التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي. على فكرة تشيلسي اللي لابس أبيض وفريق دينامو زغرب لابس التيشيرت الازرق، وده اللي عامل ماسك ده او لابس ماسك اوباميانج، بيير ايمريك اوباميانج لاعب برشلونه ولاعب الارسنال السابق، كان اول مباراه ليه النهارده بشكل اساسي مع تشيلسي، ولكن تشيلسي خسر النهارده من دينامو زغرب الكرواتي 1-0. بروسيا دورتموند الالماني فاز فوز كبير على كوبنهاجن الدنماركي 3-0، ماركو ريوس وجوريرو وبيلينغهام هما اللي احرزوا 3 اهداف لبروسيا دورتموند، وفوز كبير لبروسيا دورتموند وسط جماهيرهم بقى في سيجنال ايدونا بارك، الملعب المميز جدا لبروسيا دورتموند، واكبر نسبه تشجيع او حضور جماهيري دايما في الملعب ده جماهير بروسيا دورتموند بتعمله، وفوز كبير النهارده بروسيا دورتموند على كوبنهاجن الدنماركي 3-0. كمان النهارده كان في مباراه ريد بول سالزبورج النمساوي مع اي سي ميلان الايطالي، وانتهت 1-1 ما بين الفريقين، والمباراه كانت في النمسا في ملعب سالزبورج، لكن انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. والنهارده كمان شختار الاوكراني رغم بقى ظروف الحرب والمشاكل اللي مرت بيها اوكرانيا الفتره اللي فاتت، لكن شختار الاوكراني النهارده تالق وقدر يفوز على لايبزيج الالماني 4-1، نتيجه كبيره جدا لصالح شختار وفوز كبير على لايبزيج الالماني 4-1. طيب دي يعني نتائج ماتشات النهارده في دوري ابطال اوروبا دور المجموعات. بكره كمان في ماتشات، انتوا عارفين 3 و4 الماتشات بتتلعب، فبكره برضو في مجموعه من اللقاءات في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا. بكره اياكس امستردام الهولندي هيواجه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، انتراخ فرانكفورت الالماني هيواجه سبورتنج لشبونه البرتغالي، توتنهام الانجليزي هيواجه اولمبيك مارسيليا الفرنسي، ماتش جامد بقى ما بين انتر ميلان الايطالي وبايرن ميونخ الالماني، اتلتيكو مدريد الاسباني هيواجه بورتو البرتغالي، برشلونه الاسباني هيلعب مع فيكتوريا بيلزن التشيكي، كلوب بروج البلجيكي هيلعب مع باير ليفركوزن الالماني، ونابولي الايطالي. كلنا هنتفرج طبعا على المباراه دي، نابولي الايطالي في مواجهه ليفربول الانجليزي، ليفربول محمد صلاح. بكره اللقاءات ان شاء الله في دور المجموعات. دلوقتي هنروح نشوف لقاء مع محمد سمير نجم دفاع نادي المقاولين العرب، اللعيبه المميزه جدا، وبعدين هنستقبل عمرو بركات نجم نادي الجونه بعد الفاصل وبعد اللقاء محمد سمير ان شاء الله. كل يوم على شاشه قناه الحياه في كل مكان، ضيفنا النهارده واحد من المدافعين المتميزين في الدوري العام المصري، هو نجم نادي المقاولون العرب ومدافع نادي المقاولون العرب والنادي الاهلي السابق كابتن محمد سمير. كابتن محمد برحب بيك على شاشه كوره كل يوم على شاشه قناه الحياه، وبنقل لك تحيات كابتن كريم حسن شحاته. اهلا بيكم يا مصر طبعا ومنورين، وطبعا تحياتي للكابتن كريم وبقول له وحشني كتير.
محمد عايزين نبدأ من الآخر، بقاء صعب للمقاولين العرب في الدوري العام، المقاولين الفرقة الكبيرة المؤسسة المحترمة، يمكن الأمور كانت صعبة شوية، بقاء بصعوبة أو في الأسبوع الأخير من الدوري، إيه اللي وصل نادي المقاولين للمرحلة دي؟ طبعا الحمد لله رب العالمين يا مصري. طبعا أول حاجة بنشكر ربنا على إن إحنا في الآخر خلصنا الحمد لله الدوري، في ونادي المقاولين موجود في الدوري الممتاز. زي ما انت بتتكلم الامور كانت صعبه جدا وظروف كتيره كانت صعبه والنادي كان وضعه مش كويس. طبعا انا بقى لي 7 سنين في النادي، دي اول مره امر بالتجربه دي مع النادي، في ان احنا لغايه اخر اسبوع النادي المقاولين بنسبه كبيره ممكن ما يبقاش موجود في الدوري الممتاز. الامور طبعا عدت علينا صعبه جدا كمجلس اداره ولاعيبه واجهزه فنيه، كان في مشاكل كتير، بس الهدف في الاخر الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا وحققناه ان احنا نبقى موجودين في الدوري. هي زي ما انا بتكلم على طول ان هي حاجه بالنسبه لي انا تقيله شويه ان انا اقول النادي المقاولين يبقى موجود في الدوري، بس هي الظروف كانت موجوده كده السنه دي، فكان هدفنا ان احنا نبقى موجودين في الدوري ونعدي العقبه دي باي شكل من الاشكال، والحمد لله في الاخر ربنا كرمنا. اكيد ربنا كرمنا، اكيد في ناس كتيره نادي المقاولين عزيز عليها، حتى لو نادي المقاولين مش نادي جماهيري، بس هو في فئه كتيره في الشعب المصري يعني في فئه كتيره بيعزوا نادي المقاولين جدا وبيقدروه وبيحترموه. انت عارف نادي المقاولين نادي عريق وقلعه كبيره في مصر، فكان هتبقى الامور صعبه جدا ان هو ما يبقاش موجود في الدوري يعني. محمد عايز اتكلم بصراحه، البعض بيلقي باللوم على كابتن عماد النحاس، بيقول لك ان هو كان سبب في بعض الاختيارات الخاطئه للاعبين اللي وصلت المقاولين للمرحله دي، والبعض الاخر بيقول لك لا ده كابتن محمد عوده والفتره اللي قضاها مع النادي كانت هي سبب رئيسي، وخاصه ان كان في كلام عن وجود خلافات او ازمات ما بين كابتن محمد عوده وبعض لاعبي الفريق او النجوم الكبار في الفريق بصفه عامه. الكلام ده ايه رايك فيه وايه سبب ازمه المقاولين؟ لا خلينا بص نبتدي بسبب الازمه، ان انت اكيد في مشاكل كتيره حصلت السنه دي في النادي ومشاكل كتيره يعني بدون دخول في تفاصيل. انت الوضع اللي انت كنت فيه السنه دي اكيد مش من فراغ، اكيد كان في اسباب ان احنا نوصل للوضع ده. بالنسبه للنادي انا دايما بقول ان نادي المقاولين كاداره نادي المقاولين ناس محترمه جدا، وناس بالنسبه لها التغيير بيبقى في حدود جدا، وبيفكروا مليون مره قبل ما ياخدوا قرار ان هم يغيروا مدرب، وده عامل استقرار بشكل كبير. انا دي اول برضو سنه ليا ان انا ابقى موجود ويبقى موجود في نفس السنه 3 مدربين، ما بتحصلش كتير في النادي، فان الناس تاخد قرار ان يبقى في تغيير ده كان حاجه بالنسبه لنا كانت صعبه. انت بتتكلم كوره، كابتن عماد بدا معانا الموسم، كابتن عماد كان بقاله معانا 3 سنين قبل كده، عمل نجاحات كبيره وكان خلاص انت هو اختار لعيبه ايا كان اللعيبه دي رؤيه فنيه، هو اختار اللعيبه ان هي تبقى موجوده السنه دي، وانا شايف ان احنا بدانا السنه بشكل كويس جدا. اول 7-8 ماتشات اللي الكابتن عماد كان موجود فيهم فنيا قدناهم بشكل كبير وعملنا نتائج هي الى حد ما كانتش كويسه، لان في ماتشات كتيره مش هقول لك نخسرها ما كناش نتعادل حتى فيها وتعادلنا فيها وخسرناها، كنا لازم نكسبها. كابتن عماد شايف ان هو بيحب النادي جدا وعلاقته كويسه بالناس، هو شايف ان هو ما يبقاش موجود ويجي حد تاني يبقى معاه توفيق، والاداره يعني ما كانش عندها مشاكل، كانت دي رغبه الكابتن عماد، والكابتن عوده جه. كابتن عوده شخص محترم وناس احنا تعاملنا معاه قبل كده في النادي، ودايما الكابتن عوده انا دايما بقول ان الكابتن عوده مدرب ليه فلسفه وليه اسلوب في طريقه اللعب، وهو محتاج يبقى معاه لعيبه هو مختارها ولعيبه معينه تقدر تشتغل على الرؤيه بتاعته الفنيه. اعتقد ان هي دي العقبه اللي قابلت الكابتن عوده في الفترة اللي مسك فيها. الكابتن عوده مسك يعني تقريبا هو اكتر عدد ماتشات مسك في السنة، التوفيق كان غايب بشكل كبير. زي ما انا بقول لك انا شايف ان هي فنيا كان الكابتن عوده محتاج يبقى معاه لعيبه هو مختارها عشان تقدر تشتغل على فكر الكابتن عوده. كلمت مع الكابتن شوقي لما جه، والكابتن شوقي كان كل كلامه ان نادي المقاولين نادي كبير وهيبقى يعني هو نادي عزيز عليه، وهو خد الخطوه دي بسبب ان هو شايف ان النادي ما ينفعش يبقى في المكانه دي، ويحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي النادي موجود في الدوري، وفي نفس الوقت هو شايف في مجموعه لعيبه كويسه تقدر تعدي المرحله دي من النادي. والحمد لله في الاخر يعني كابتن شوقي اكيد كسب الرهان، وحاجه هتحسب له وهتحسب برده لمجلس الاداره ان هو يجيب الكابتن شوقي في التوقيت ده، فالحمد لله ان الفتره دي عدت على خير. في كذا عرض كويسين وناس كانوا مكلمين معايا من فتره وانا كنت قافل كل حاجه لغايه ما النادي خلص المرحله اللي هو فيها، وجود الكابتن شوقي اكيد هيبقى ليه عامل كبير ان انا لو هبقى موجود واكمل يعني الكابتن شوقي اكيد هيبقى له دور كبير، وهو اتكلم معايا وانا علاقتي كويسه جدا بنادي المقاولين، هو نادي المقاولين اكتر نادي لعبت فيه بعد النادي الاهلي، وناس علاقتي بيهم كويسه جدا مجلس الاداره، وانا حابب ان انا اكمل وابقى موجود، وكابتن شوقي زي ما بقول لك اتكلم معايا وفتح معايا خط والنادي فتح معايا خط، واعتقد يعني الاقرب ان انا اكمل في النادي.
اليومين الجايين كل حاجه هتبان، ولو ما فيش نصيب ان انا اكمل في النادي يعني ان شاء الله ده احتراف، ونشوف العروض التانية أخبارها إيه، بس يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله الأقرب إن أنا هكمل يعني. وثقة موسيماني فرقت معاك حتى إيجابيا في معاك كلاعب الفترة اللي بعد عرض النادي الأهلي؟ طبعا أكيد، أنت بتتكلم في إن أنت مدير فني أجنبي ويبقى ماسك النادي الأهلي، فإن هو يطلبك بالاسم دي كانت حاجة بالنسبة لي أكيد كويسة جدا، وأكيد حاجة نفسيا بتفرق معاك، وبتبقى يعني بتديك من جوه انطباع إن أنت شغال بشكل كويس وشغال صح. طبعا كان نفسي وكان حلم حياتي ان انا اختم مسيرتي اكيد في النادي، وكانت هتبقى حاجه بالنسبه لي يعني احسن ختام ممكن الواحد يتمناه، وكان حلم طبعا بالنسبه لي، وعشت الفتره دي ايام يعني كان نفسي كان نفسي فعلا والله، كان نفسي جدا ان انا ارجع تاني، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ده انا راضي بالوضع اللي انا فيه، وبحمد ربنا برضو زي ما بقول لك ان النادي الاهلي يفتح معاك خط مفاوضات تاني للفتره الاخيره دي، فدي حاجه بالنسبه لي كويسه جدا، والرقم كمجلس ان هم الناس اتكلموا ان احنا محتاجين حد صغير يجي يلعب عدد سنين كبيره في النادي، وده حاجه انا بحترمها، والناس كان كلامها كله ايجابي معايا، وحتى كلامهم لمستر موسيماني عليا كان كلام كويس جدا، كل حاجه اكيد قلت يعني، فقدر الله ما شاء فعل، وفي الاول وفي الاخر النادي الاهلي بيتي، واكيد هرجع له في يوم من الايام يعني ان شاء الله. التفويت موجود فعلا في الكوره؟ لا طبعا ما في الكلام ده خالص يا مصر، ما اللي ما يعني الناس بره بتتكلم وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه، لا طبعا انت كابتن عماد النحاس يعني الناس اتهمته بشكل كبير في موضوع الماتشات الاهلي، وحاضر الفتره دي مع الكابتن عماد، وخلي بالك احنا كلعيبه وكجهاز فني اكتر ماتشات بنبقى مركزين فيها ماتشات الاهلي والزمالك. بنسمع عمرو بركات من اللعيبه المميزه ومن اللعيبه الحريف ومن اللعيبه الهدافه واللعيبه اللي تقدر تعمل اسيست كويس جدا في الملعب، وجوكر بيلعب في اماكن كتير جدا خصوصا في الخط الهجومي، وانتقل ولعب في انديه كتير، لعب في اهلي وكان ناشئين زمالك، ولعب في سموحه، ولعب في المقصه، واحترف راح الشباب السعودي، ويعني لعب في انديه كتير، واخيرا الجونه، وطبعا لسه كمان يعني سنه كويس 31 سنة لسه قدامه إن شاء الله 4 5 6 سنين كمان في الملاعب، لكن السنة دي كانت يعني سنة مش حلوة لعمرو بسبب الإصابة، وبسبب إن ما قدرش يلعب كتير مع نادي الجونة وهبوط نادي الجونة، فعندنا أسئلة كتير لعمرو بركات هنسأله فيها، وطبعا كمان يعني ما نقدرش ننسى إن هو جوز بنت كابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني السابق، والراجل كابتن إيهاب مختفي بقاله فترة محدش عارف يجيبه، فعايزين نطمن كمان على كابتن ايهاب من عمرو. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل والله، منور والله حبيبي والله يا كابتن. كله تمام؟ الحمد لله تمام. السنه ما كانتش حلوه في الكوره صح؟ دي حقيقه على النادي يعني عامه ما كانتش لطيفه خالص، وعلى الواحد عشان الاصابه يعني عطلتني طبعا شويه، تغيير مدربين يعني كانت عوامل كتير يعني في السنه ما كانتش حلوه جدا، فهي دي اللي ما ساعدتش ان يبقى في موسم كويس يعني. هبوط الجونه تقول عليه ايه؟ ويعني كلنا زعلانين ان نادي الجونه برضو من الانديه الحلوه المستقره، الانديه الشيك في محافظه البحر الاحمر الغردقه، ويعني من نادي الانديه الحلوه، الواحد زعلان ان هي يعني دايما الواحد لما فريق زي الجونه بيمثل محافظه البحر الاحمر بيبقى مبسوط، فريق مثلا زي قبل كده الرجاء بيمثل محافظه مطروح بيبقى مبسوط ان في فرقه كده في الدوري، لكن هبوط الجونه زعلنا اكيد، وعايز اعرف اسباب هبوط الجونه من وجهه نظر عمرو بركات. لا والله زي ما انت قلت، هو نادي يعني يتزعل عليه جامد جدا اللي حصل ده، وان هو هبط نادي مستقر جدا، اي يعني في مناخ يعني مناخ نادي يبقى في حته ثانيه خالص، النادي والبلد والملاعب اللي احنا بنتمرن عليه والاستاد اللي بنلعب عليه والناس بتجيلنا، واي حد بيجي كان بيبقى عامل حساب الاستاد والاداره كان كل حاجه، وكان كل حاجة متوفره كويس. كل حاجه متوفره يعني، سواء ماديا بقى او لبس وكل حاجه، كل حاجه تساعد ان انت تبقى في حته كويسه يعني. بس فزي ما قلت لك في الاول الظروف ما ساعدتش في خلال السنه يعني، اللي هي كانت البدايه مش موفقه مع كابتن رضا، كان في نتائج مش كويسه ما ساعدتناش. بعد كده انا فاكر اول 5 6 ماتشات كنتوا كسبتوا كذا يعني ماتش، كنا يعني بنكسب بدايه كويسه، بعد بداية كده بدات الدنيا تقع شويه، بدا النتائج يعني ما كانش في توفيق خالص، كنت بتبقى يعني ماشي في الماتش كويس جدا وفجاه تخسر بتاع 3 4 5 ماتشات ورا بعض،
فغصب عنك يعني بيحصل ان هو تراجع في الترتيب. تراجع في الترتيب، مدرب بيبقى هو نفسه عايز يمشي عشان شايف ان مفيش توفيق، النادي نفسه بيبقى عايز يغير، حاجات عوامل كلها بتحصل تدريجي يعني نتيجة النتائج اللي هي سلبية. بس فبيحصل تغيير مدربين، فبرضو تغيير المدربين بتبقى سلاح ذو حدين، يا بتيجي الدنيا بتمشي على طول يا اما برضو بيحصل دروب. فحظ برضو كابتن مصطفى جنة في النص على ماتشات كان كل ثلاث ايام ماتشات، ودخل على فيوتشر وبعدين بيراميدز ورا بعض. فبرضو وسيراميكا خسرنا برضو ثلاث اربع خمس ماتشات ورا بعض، الدنيا مشيتش كويس برضو. فجه الكابتن طلعت يوسف، الدنيا بدأت يعني تظبط شويه، عملنا نتائج كويسه، كان في تعادلات كتير، كان في مكسب، ما خسرناش غير ماتشين ثلاثه، لكن برضو ما قدرناش ما لحقناش نلم نفسنا، كانت الدنيا هربت يعني. هو ماتش كمان الزمالك والاسماعيلي اللي انتوا خسرتوهم في الجونه من ورا بعض، الزمالك طبعا توقيت. كان فريق قوي بطل الدوري، لكن ماتش الاسماعيلي اللي كان منافس قريب بالزبط. منك هو ده اللي فرق. انا شايف هو ده اللي فرق فعلا، فرق مع نادي الجونه. دي حقيقة. ويعني عايز اعرف اتجاه الجونه الفتره الجايه، طبعا الفريق هبط، هل الجونه هيركز ويصرف عشان يصعد السنه الجايه؟ انتوا كلاعبين مكملين يعني؟ النهارده شايف اسلام عبد النعيم راح الاتحاد السكندري، ناصر ناصر راح الاتحاد السكندري، يعني عايز اعرف مصيركم انتوا برضو كلاعبين، انتوا فرقه فيها لعيبه واسماء كبيره يعني نور السيد وجزار ومحمد نجيب واسلام طارق حارس المرمى وعماد السيد وخالد قمر، يعني مش عايز انسى حد. اسلام محارب بالظبط، واسلام محارب. فرقه فيها اسامي كتير جدا يعني. فاعتقد يعني احنا كنا كلنا مستنيين الفتره اللي فاتت ان احنا نعرف برضو النادي، بس احنا يعني عرفنا ان النادي مكمل وهيشتغل وهيطلع تاني. بس طبعا في لعيبه يعني لسه بتشوف بقى هتعمل مش عارف، مش هينفع تلعب دوري ممتاز بيه. لا يعني كل واحد بيشوف بقى، ما اعرفش الصراحه يعني انا ما اتكلمناش مع بعض. على سبيل المثال عمرو بركات هيعمل ايه السنه الجايه؟ لا هو يعني الواحد يعني ان شاء الله السنه الجايه في قدامي كذا حاجه، بس الواحد متردد شويه عشان عايز يعني اقرر ان انا السنه الجايه دي لازم تبقى مختلفه بالنسبه لي. بس خلي بالك الوقت ضيق يعني، دي حقيقه. ده في المفروض خلال الاسبوعين اللي جايين دول القيد شغال اهو، ولازم تعرف مصيرك ان شاء الله. يعني ان شاء الله في خلال الاسبوع ده يعني باذن الله الواحد يقرر باذن الله. بس هو الواحد بس عايز يعني يتاكد من الخطوه اللي جايه دي، عشان هي دي السنه اللي جايه دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لي يعني. عندك عروض يا عمرو؟ موجود في عروض. في عروض اكتر من نادي؟ موجود. ايه اللي متوقف بقى، اللي انت تروح توافق على العروض دي او لا؟ يعني متوقف حاجات بسيطه يعني، ان شاء الله تخلص باذن الله على خير. ان شاء الله مفيش مشكله. في مشكله ان عمرو بركات يلعب مع كابتن ايهاب جلال مثلا في فريق بيدربه؟ لا هو اكيد الموضوع ده مفيش مشكله يعني. هو كابتن ايهاب اول واحد انا اشتغلت معاه والحمد لله كسرت الدنيا يعني. مقصه. فطبعا انت عارف اهم حاجه بالنسبه للعيب ان يبقى في مدرب عارف ازاي بالظبط، وعارف ازاي يوظفه في الملعب. صح. ويلعب على ازاي يطلع امكانياته بالظبط في الملعب، فدي بتفرق يعني. فهو من المدربين اللي انا اشتغلت معاه كنت واصل لاحسن فورمه. كنت لسه ما كانش لسه حماك. لا بس الوضع هيختلف بعد ما بقى حماك ولا لا؟ والله انا مش عارف، بس اكيد الكره الناس كلها عارفه. عارفه عمرو بركات وعارفه ايهاب جلال. فاكيد احنا لو موجودين في مكان واحد طبيعي عادي يعني، طبيعي عادي وفي الكوره، واكيد احنا بنساعد بعض في الموضوع. انا شايفه عادي اكيد عادي. مش عايز طبعا يعني اتكلم عليك غير لما اطمن على كابتن ايهاب. كابتن ايهاب جلال مختفي تماما من ساعه ما رحل عن منتخب مصر، محدش عارف له طريق يعني. بنحاول حتى نوصل له، نسلم عليه، نطمن عليه، قالوا لي في امريكا قاعد، ويعني شكله متاثر بطريقه رحيله من منتخب مصر يعني، ما كانش مبسوط طبعا. والله هو كله اكيد يعني شايف ان الطريقه كانت مش حلوه يعني. مش حلوه خالص. فما اعرفش، بس هو اعتقد يعني ان هي بتاخد بعد اللي حصل يعني. خدت فتره معينه مثلا ممكن فيها مضايقه شويه نفسيا، مش احسن مبسوط. حاجه بس بعد كده خلاص يعني. هو اكيد هو عارف شغله، وعارف ازاي ان ممكن يحصل حاجات زي كده تقابله في طريقه. فمش يعني مش هتاخد برضو وقت كبير. بس لكن ان هو كان موجود مش موجود يعني متواجد الفتره اللي فاتت، لا هو كان في حاجات معينه بيخلصها. كان في مؤتمرات بيحضرها، حاجات كده. حاجات للتدريب يعني بالزبط. عشان يطور نفسه بالزبط. في التدريب وكده، دراسات وحاجات كده في امريكا مظبوط. طب هو كويس دلوقتي؟ لا هو كويس الحمد لله، كلمته قريب وتمام. انت بقى شايف طريقه رحيله من المنتخب يعني، انت شفتها ازاي؟
ما زي ما قلت لك هو كل الناس شايفاها مش انا بس. كل الناس شايفاها مش 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 طريقه كويسه. انت واحد كان من اسرته بقى يعني اكيد كنت اكتر واحد زعلان. كنت عايزه ينجح مع المنتخب، حتى احنا كلنا قلنا ان هو ما لحقش ياخد فرصته يعني. اكيد اكيد، بس في اكيد تفاصيل احنا كلنا ما نعرفهاش، هو اكيد اكتر واحد عارفها. فما تقدرش تحكم برضو ايه اللي حصل ولا ايه، بس طبعا الطريقه من بره وكلنا شايفين ان هي الطريقه ما كانتش كويسه يعني. سامع ان هو جاي خلاص مصر بكره او بعده، وفي كلام مع النادي الاسماعيلي، لسه كان عمر الوحش معايا امبارح وقال لي ده كابتن ايهاب هيوصل لمصر اربع خميس حاجه كده، وفي كلام مع النادي الاسماعيلي ان هو يمسك الاسماعيلي السنه الجايه، الكلام ده مظبوط؟ والله انا عمر ده عمر الوحش عارف وانت مش عارف. لا هو الصراحه ما بيعرفناش حاجه والله خالص خالص الا لما تبقى المعلومه يعني مؤكد. خلاص مؤكده بيعرفنا لك. طب عارف ان هو جاي مصر ولا ما تعرفش؟ لا عارف صح، جاي فعلا اليومين دول. ان شاء الله جاي اليومين دول. خلاص ان شاء الله يعني نعرف احنا بقى موضوع الاسماعيلي ده، انت مش عايز تقول لنا، نعرف احنا من مصادرنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لي يا عمرو، يعني عايز اتكلم في بدايتك في الكوره، بدات ازاي؟ دايما ما يكون معايا ضيف كده بيبقى عايز اعرف الناس بيه، طبعا الناس كلها عارفاك وعارفه عمرو بركات، لكن عايز اعرف بدايتك في الكوره، لعبت كوره ازاي؟ بدات فين؟ كان عندك كام سنه؟ اتجهت لكره القدم ازاي كده يعني؟ لا كان والدي بس قدم لي في اختبارات بتاعه في الاول نادي المقاولين، يعني كان اختبار كده. انت كنت ساكن قريب من المقاولين؟ فين؟ في المعادي. في المعادي. فنادي المقاولين على الاوتوستراد على طول، مسافه قريبه، فروحنا هناك اختبارات. كان عندك كام سنه؟ لا كنت صغير يعني ست سنين سبع سنين حاجه كده. فاحنا بنعمل اختبارات، فمش متذكر في مدرب كان موجود قال لوالدي لا خده على النادي الاهلي. على الاهلي؟ يعمل اختبارات هناك بس. فانا طلعت. لا كويس. طب ليه ما خدكش المقاولين؟ هو كنصيحه يعني. نصيحه. لا خدوا الاهلي ده جامد، خدوا الاهلي. فانا رحت هناك اختبارات، من اول ما نزلت اول تقسيمه كده كابتن بدر كان موجود في الاهلي. فاختارك على طول، مضيت استماره وبس. قعدت بقى 10 سنين في الاهلي. في الاهلي 10 سنين. 10 سنين حد ما كان عندي 15 16 سنه. بس فاللي هو بدانا يبقى كل فريق لوحده. ايوه. هنلعب بقى 11 على الملعب الكبير يعني. ايوه. فساعتها بقى كان في بقى اللي هو لعيبه كتير اشتروها من بيبسي، كان نجوم. نجوم المستقبل ساعتها، بتاع 14 15 لعيب كده. فطبعا كانوا فارقين عندنا في الجسم جامد. اشتروهم في الاهلي. فمشوا شويه وباقي قعد عشان بقى يكمل يعني. يكمل. فكان ماسكنا ساعتها، انا فاكر كابتن عادل عبد الرحمن كان ماسك الفرقه ساعتها. بس فساعتها بقى والدي برضو كان من النوع اللي هو مستعجل شويه ان انا عايزني اطلع على طول فوق. فكانت الفرصه ساعتها في نادي الزمالك كانت كويسه جدا، كان على طول الناشئين بيطلعوا فوق الفريق الاول. الاهلي كان فيه ساعتها ان كل سن بيتمرن لوحده في يوم، يعني انت عشان تشوف السن اللي فوقيك ما يعني مش صعبه. عشان تتصعد للسن اللي فوقيك. بس الزمالك كانت فرصته كويسه، هو كان عنده علاقات كويسه جدا هناك عشان احنا كنا في منتخب اولياء امور ومنتخب براعم وكده. فهو خلصني من النادي الاهلي ورحت نادي الزمالك، وفي نفس السنه يعني طلعت من الاهلي على الزمالك. صعبه دي، مش سهله. صعبه. او العكس طبعا بتبقى صعبه يعني. في نفس السنه بالظبط كنت متصعد مع كابتن وحيد كامل، كان ماسك الفرقه اللي هي كانت بتاعت حازم امام وعلي وانا كنت هما عمر جابر لا عمر جابر كان السن بتاعي. السن بتاعك علاء علي وحازم امام كانوا اكبر. اكبر. صعدت معاهم على طول اول ما رحت يعني. انت كان برضو جسمك طويل وكده. بس لحد ما كابتن حسام حسن جه مسك الفيرست تيم وصعدت بقى. ايوه. صعدت مع الفيرست تيم. ما لعبتش كتير صح؟ لا مع الفيرست تيم كنت بدخل سكور بس. ما لعبتش. وبعد كده كنت صغير. كنت كام 17 سنه؟ كنت كده يعني. بس لحد ما جه السن بتاعي اللي هو بقى الخمسه المقيدين تحت السن. ايوه. فالمقصه اشتروني. لا ما اشترونيش، انا رحت فري. ماما الزمالك ما ايدكش فرحت المقصه فري. بالظبط. وبدات الرحله بقى من هنا. بالظبط. حتى ساعتها يعني لما انت، انا فاكر لما عملت شغل كويس قوي في المقصه وكسرت الدنيا، قال لك يعني ازاي الزمالك مشاك. جت فتره كده ازاي مشيت وبتاع والكلام ده كله. فهو كانت اللي هو خمسه تحت السن فعارف يعني كان المفروض ان انا اروح اقعد عشان امضي خمس سنين تحت السن، فانا ما رحتش، رحت مضيت في المقصه. بس كان هناك ساعتها كابتن طارق يحيى. كابتن طارق يحيى ماسك المقص. قعدت معاه سنه وبعد كده بقى جه كابتن ايهاب. بس كابتن ايهاب جلال بقى جيت، كان السنه انتوا خدتوا فيها تاني دوري. لا رابع وبعدين تاني. رابع وبعدين تاني. قعدت سنتين بقى مع كابتن ايهاب يعني. في المقص. كانت موسمين جامدين جدا المقص. ولعبتوا افريقيا. ولعبنا افريقيا. وبعدين بقى بعد المقصه
كنت هداف في الكونفدراليه في الماتشات اللي لعبناها. انا فاكر صح. فبس بعد المقص بقى طلعت على الارس في بلجيكا. وبعد كده ايه اللي جاب بقى هي ده كان ساعتها مستر ماجد سامي بيعمل فرقه وبيشتري لعيبه وهيطلع وعامل عقود عاليه عايز يصعد للدوري البلجيكي الممتاز بالظبط. فبس فما كلم الوكيل اللي عندي وكلمني وكده. فكان ساعتها في اهل وفي زمالك كانوا عايزينك الاهلي والزمالك تاني. بس انا كنت عايز اطلع تطلع عايز اطلع بره يمكن دي تبقى فرصه الواحد يكمل يعني. ايوه بس فطلعت وكنت مكمل مضيت 3 سنين هناك. ولما نزلت اجازه بس اسبوع فحصل ان انا ما كنتش عارف اسافر تاني عشان ورق الجيش وكده والكلام ده. فتاخرت فتقريبا الاهلي كان عارف ان انا هنا في اجازه وتاخرت. بس فكلمه الوكيل بتاعي فرحبت ورحت عزول هنا. عايزين عمرو ميلرز اشتروك بقى من ليرس الاهلي. فاكر برضو الفتره دي عملت موسم كويسه وبعدين الدنيا نامت تاني. ايه السبب؟ السبب بقى رحت لما دخلت الاهلي يعني. ففي الاول الدنيا كانت ماشيه كويس الصراحه في الاول بتلعب وبتجيب اجوان في الاول يعني الدنيا كانت ماشيه كويس كنت بدخل ماتشات على طول وبتاع. وبعدين فجاه بدات ما ادخلش. مين كان المدرب ساعتها؟ كان كابتن حسام بدر. كابتن حسام بدر كان في الاول بتلعب وشغال في الاول كان بيتكلم معايا كويس وبتاع وفرصته قريبه وكده. وبعدين بدات الدنيا تصعب مع كابتن حسام برضه. بدات لعيبه كتير تيجي وتاخد وانا الدنيا بدات تصعب وبتاع لحد ما السنه قربت تخلص. فخلاص انا مستني السنه تخلص وهمشي. فحصلت اللي هي البطوله العربيه فالواحد لعب وجاب فيها اجوان وكسر الدنيا. فقعدت موسم كمان علشان عملت بطوله عربيه. فجي برضو الموضوع اتكرر تاني لقيت نفسي ما بشاركش. فقلت عايز اطلع اعرف. طلعت بقى الشباب السعودي اعرف لعبت هناك 6 شهور وبعد كده رجعت تاني على الاهلي. لقيت نفسي قمت طالع يعني كنت بحارب ان انا على طول لما بلاقي نفسي ما بلعبش ان انا عايز اطلع عشان تلعب. بس فكذا اعرى ورا بعض وبعدين في الاخر الجونه خلصت. الجونه اشترى بقى اشتراني اشترينا واسلام محارب من الاهلي. من الاهلي ولغايه دلوقتي انت موجود في الجونه من ساعتها. ده كان من سنتين ولا من 3 سنين؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. وعدك انتهى امتى مع الجونه؟ السنه اللي خلصت دي. دي يعني ده عدك كده خلص انت فري يعني؟ والله طب امال بتقول لي هشوف لسه النادي وكده. لا لا انت بتنيمني عمرو. انا بشوف انا بشوف. يعني انت دلوقتي فري خلاص عقدك انتهى مع جونه وليك الحق ان انت تروح اي نادي بالظبط فري. خلاص مش انا مش هسالك بقى هتروح فين عشان انت قلت لي لسه في حاجات قدامي ان شاء الله باذن الله نشوف. طيب عايز اكلمك بقى عن الدوري وعايز اكلمك عن اللعيبه. شايف انت بتلعب نص ملعب جوكر تلعب ساعات 8 ساعات تلعب 10 ساعات تلعب 9 9 ونص يعني عندك قدره ان انت تلعب في اي مركز في الملعب. اكتر مركز انت بتفضله؟ اكتر مركز انا او بتستريح فيه يعني؟ يعني انا شايف ان انا احسن فتره لعبت فيها كانت في الجونه في اول سنه. كان بيدرو ماسك الفرقه ساعتها. كنت بلعب رقم 8 8 اللي هو نص ملعب يمين او الشمال. كنت بلعب رقم 8 الصراحه. دي كان احسن حاجه بالنسبه لي. كان احسن حاجه. وهو كان نفس المركز اللي لعبته في السعوديه برضه في الشباب السعودي. ده كان احسن مركز. لكن انا لعبت مع الكابتن ايهاب باك ليفت. لعبت رقم 8 لعبت يمين لعبت شمال لعبت مع كابتن طلعت فرود. لعبت رقم 10. انت جبت جول في ماتش الجيش في نهايه الدوري. بالظبط. لعبت رقم 10 كتير مع كابتن رضا شحاته. فبلعب في الحته دي في اي حته في نص الملعب يمين شمال. بس موضوع باك ليفت ده برضه ما كان في ماتشات كتير كنا بنلعب بثلاثه. فبيلعبك ثلاثه ورا فبلعب باك شمال يعني. عشان اجي من تحت وشي للملعب وجاي فاضي كنت اجيب جوان كتير يعني. لكن انت احسن مركز بالنسبه لك 8. 8 8. وشايف مين بقى من اللعيبه في مصر دلوقتي اللي انت معجب بيهم ولا اللي انت شايفه ان هو قدموا مستوى كويس؟ امام عاشور طبعا. امام عاشور هايل صح. برافو عليك. امام السنه دي موسم جامد جدا. رقم 8 ما شاء الله عليه. من احسن المواسم. بس كمان رقم 8 ده بيبقى عنده دور هجومي ودور دفاعي. دي حقيقه. يحتاج مجهود كبير جدا في الملعب. شايف انت امام عاشور يعني من من احسن لعيبه في المكان ده السنه دي؟ المكان ده طبعا. شايف الزمالك يستحق الدوري السنه دي يا عمرو؟ طبعا. طبعا. يعني بلا منازع يعني. بلا منازع. ايه اسباب نجاح الزمالك ان هو يكسب دوري وكاس السنه دي؟ لا عنده كان عنده لعيبه كتير جدا عندها حلول. ولو واحد فيهم فايق بس ممكن يخلص لك ماتش. فالحاجات دي بتفرق. بس في لعيبه كتيره مشيت. بس رغم كده الزمالك يعني مكمل يعني. مصطفى فتحي مشي في الاخر. اشرف بن شرقي مشي. طارق حامد ما لعبش السنه دي كان مصاب. ابو جبل بعد. مش عارف مصطفى محمد السنه اللي فاتت يعني برضو انا من وجهه نظري الزمالك عنده لعيبه كويسه بس
فيريرا لما جه برضه هو ده اكيد عمل هو شكل وستايل وسيستم الفرقه ولم الفرقه بطريقه كويسه جدا وبيتعامل مع الناس كويس. يعني حتى انا بشوف لعيبه كبيره بتبقى قاعده بره بالظبط يعني مش فرق مش 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 متضايقه او حاجه وبتنزل تجيب اجوان. يعني شيكابالا ثلاث اربع ماتشات بيبقى قاعد بره بينزل يجيب اجوان صح. لعيبه كتير قوي نفس الكلام. زيزو يعني في لعيبه كتير واصله الفورمه كمان معاه مختلفه. انا بقول المدرب بيبقى بيتقاس بالحته دي ان يعني هو ازاي يطلع احسن حاجه من اللعيبه اللي عنده. مين احسن لعيب في الزمالك السنه دي؟ زيزو. زيزو رايك ايه في شيكابالا السنه دي؟ شيكابالا طبعا يعني كل الماتشات او ثلاث اربع ماتشات اللي لعبها كان مؤثر. مؤثر يعني فشيكابالا اكيد طبعا لعيب كبير وكلنا ما حدش يختلف عليه يعني. بس زيزو احسن لعيب. زيزو احسن لعيب في الزمالك السنه دي فعلا. طيب هنطلع فصل ونشوف بقى الاهلي. انت لعبت في الاهلي والزمالك وهسألك بعد فاصل بس هتجاوبني انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ عشان انت لعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك. ما تهربش مني ماشي. يعني بقول لك من بدري وما رضيتش افاجئك. اهرب برضه. وهعرف رايك في الاهلي بعد الفاصل وايه اسباب تدهور النتائج واداء الاهلي في الفتره الاخيره بعد الفاصل. نرجع تاني مع عمرو بركات. يعني من اللعيبه المميزه جدا وطبعا لاعب الجونه الحالي ولكن عقده بيخلص خلاص فان شاء الله هينتقل لنادي اخر خلال الفتره القادمه في موسم انتقالات. عايز اقول لك يا عمرو مستر فيريرا مدرب الزمالك اعلن قائمه الزمالك اللي هتسافر بكره ان شاء الله للسعوديه لا هتسافر لقطر سوري عشان ماتش الهلال السعودي. اختار محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطيه اثنين حراس شباب مع محمد عواد الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحسام عبد المجيد عبد الله جمعه احمد فتوح محمد عبد الشافي حمزه المسلوسي امام عاشور زكريا الوردي اللاعب الجديد المغربي الهاف ديفندر ومحمد اشرف رؤى واوباما شيكابالا زيزو سيف فاروق جعفر سيد نيمار ابراهيم انضاي برضو اللاعب السنغالي الجديد وسيف الجزيري ويوسف اسامه لبيه. يعني نفس القائمه مع اضافه اللاعبين الجدد اللي هم زكريا الوردي وابراهيم انضاي. متوقع ايه اللي قبل بقى بسالك على الاهلي متوقع ايه للزمالك في ماتش الهلال يوم الجمعه اللي جايه؟ لا متوقع يكسبوا يعني الزمالك يكسب يكملوا يعني هم في معنويات عاليه والفرقه في فورمه كويسه واكيد ما خدوش اجازه خدوا اسبوع خدوا حاجه بسيطه خدوا اسبوع هيكملوا يعني عندهم مخزون بدني يقدروا يشتغلوا عليه. طيب ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك في المباراه. ارجع بقى ليك وكنا اتكلمنا عن الزمالك قبل الفاصل وسالتك قبل الفاصل قلت لك شايف تراجع الاهلي ونتائجه السيئه الاداء اللي برده مش كويس الفتره اللي فاتت اسبابه ايه من وجهه نظرك؟ اكيد اسبابه رقم واحد طبعا لما تغيير المدرب يعني برده تغيير المدرب لما بيجي مدرب لما بيجي مدرب جديد بيجي مدرب جديد برضه لسه على ما بياخد على الفرقه ويتعرف على اللعيبه برضه بتاخد وقت وبعدين الاهلي بيبقى برضه انت عايز على طول الناس مستنيه ان انت على طول تبقى في التوب فورم على طول وتكسب على طول فمحدش برضه بيصبر فطبعا مدرب جاي تحت ضغط فلازم بيحصل لخبطه زي اللي حاصله دي بس فاعتقد هو ده السبب يعني لما يحصل استقرار او ممكن في الفتره دي هتلاقي يحصل استقرار هتلاقي الدنيا تمشي بشكل كويس. الاهلي بيدور على مدرب او خلاص يعني 3 4 ايام ويعلنوا التعاقد مع مدرب اجنبي وبيقولوا مدرب اجنبي كبير عشان ما يتعرضوش لنفس اللي حصل مع ريكاردو سواريش. بالظبط شايف ان ريكاردو سواريش ما كانش على يعني بنفس امكانيات او مش مناسب لقوه وتاريخ وامكانيات النادي الاهلي؟ هو ممكن برضو ما نلحقش نحكم عليه في الفتره الصغيره برضو زي ما قلت لك هو جاي يعني في فتره باتم ماتشات ورا بعض وكان محتاج يتعرف على اللعيبه اكتر ما تقدرش تحكم عليه برضو. لكن هو فعلا برضو حتى ما كانش موفق يعني حتى برضو ما النتائج ما ساعدتوش في لعيبه كتير ريحت بالظبط فكل ده ما ساعدوش يعني بس فما توفقش في الفتره يعني. انت لعبت في الاهلي كابتن حسين بدري كان مدربك لاسارتي صح؟ كارتيرون كارتيرون لاسارتي ثلاث مدربين دول دربوك بالظبط كانوا موجودين يعني شايف ان في حد فيهم ظلمك في الاهلي؟ لا هو اكتر فتره انا اتظلمت فيها فعلا كانت هي ايام كابتن حسين بدري كابتن حسين بدري
لكن هي الفترتين اللي هم بتوع يعني كارتيرون ولاسارتي ما يعني كنت برجع من الاعاره اللي هي بتاعت الشباب السعودي كان بيبقى هو اصلا متواجد برضه هم ما كانوش بيقعدوا كتير يعني كانت الفترات قصيره جدا كان ماتش وكان بيحصل تغيير مدرب بس لكن هي اكتر فتره انا كنت متواجد داخل النادي كانت هم سنتين ورا بعض كنت كويس جدا وماتشات وديه ماشي بشكل كويس وبجيب اجوان على طول بس ما كنتش بشارك ما كنتش بدخل فتره كابتن حسام البدري كان ايه المشكله يعني قناعات كابتن حسام ولا يعني هي كانت قناعات على يعني حاجات كتير ما اقدرش يعني مش هي عنده هو مش عندنا يعني كان في لعيبه كتير احنا كنا لعيبه كتير ما بناخدش يعني احنا كنا لعيبه كتير ما بتلعبش كان في لعيبه كتير ما بتلعبش بس هي دي اكتر فتره انا ظلمت فيها رغم ان كان مستواك مميز اهلاوي بقى ولا زملكاوي السؤال بيضحك يعني. لا مش بيضحك انا لعبت في يعني انا رحت الاهلي ولعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك برضه بس في الناشئين يعني لعبت في الزمالك في الناشئين انت اهلي بتتكلم على الفريق الاول انا بتكلم لعبت في الاهلي لكن ما فانت اهلاوي يعني ما حصلتش انا رحت الزمالك اهلاوي طب ايه هو عيب مش عايز تزعل حد عادي عادي شايف الموسم اللي جاي بقى منافسه هتكون في الدوري برضو اهلي وزمالك وبيراميدز ولا وفيوتشر ولا في فرق ممكن تنافس الموسم اللي جاي غير الفرق الاربعه خمسه اللي كانوا متواجدين السنه دي؟ لا انا شايف الفرق يعني في فرق كتير عامله صفقات جامده جدا يعني حتى انا يعني انا متوقع ان في يعني البنك وسيراميكا والمصري هيبقوا برضو في الحته اللي فوق دي ايوه يعني متوقع ان هم الفتره اللي فاتت هم اكتر انديه باينه ان هي عامله صفقات جامده فاعتقد ان هم هيبقوا فوق في الحته اللي فوق في حد من اللي فوق هينزل تحت ولا هيستمروا في نفس ال ما اعتقدش اللي فوق هيفضلوا شايف حصول بيراميدز السنه دي على المركز الثاني في الدوري المصري ده اكيد نجاح كبير لبيراميدز شايفه ازاي وتراجع الاهلي المركز الثالث لا انا شايف الاجواء هناك في بيراميدز المفروض ان هي تساعد ان هم يوصلوا اكتر من كده يعني ان هم لو في تركيز اكتر ممكن يوصلوا اكتر من كده ايوه مناخ هناك يساعد ان انت تعمل تحقق حاجات كتير لانك انت كمان عامل الضغط والجمهور مش موجود وعندك الكواليتي اللي انت تحقق بيه وعندك يعني الفلوس اللي تقدر تحقق بيها وكمان ما عندكش ضغط جماهيري فاعتقد ان هو المفروض ان هم يبقوا يعني ياخدوا بقى الخطوه اللي جايه ينافسوا على البطوله بقى ينافسوا بقى فعلا على البطوله ايوه بس اعتقد ان هي خطوه كويسه جدا ليهم اللي حصل ده واللي جاي بقى انا هم كمان استمر تاكيس اتعاملوا معاه عقد جديد 3 سنين فباين ان في استقرار يعني في نادي لا لا هم نادي مستقر يعني نادي مستقر وفي انديه كتير داخله يعني مع هتعمل يعني النادي بيراميدز كان اول بدايه للانديه دلوقتي ان هي زي ما تقول تاخد نفس الاتجاه عشان الدوري دلوقتي يبقى مختلف يعني اعتقد رايك ايه في رمضان صبحي؟ وانت لعبت معاه في الاهلي شويه طب لعبت معاه في الاهلي كايه يعني؟ كاداء في بيراميدز وكان انتقاله من الاهلي لبيراميدز يعني برضه عملت ضجه الموضوع ده ما اكيد لان هو كان من نجوم الاهلي يعني كان من اهم اللعيبه في الاهلي فاكيد لازم لما يحصل زي برضه عبد الله سعيد لازم يبقى في ضجه طبيعي يعني بس قراره كان صح من وجهه نظرك؟ لا ما انا ما اعرفش برضه ايه اللي حصل نظرك. لا من وجهه نظرك بسالك عن رمضان ما هو ممكن لو انا عرفت ايه اللي حصل ممكن يبقى هو يبقى قراره صح ممكن يبقى قراره غلط انا ما اعرفش ايه اللي حصل ما اعرفش الحاجات اللي حصلت التفاصيل ممكن اقول من بره بس انا ما كنتش عارف ايه اللي حصل معاه تفاصيل ان جاله عرض قوي مالي من بيراميدز اقوى من عرض الاهلي فالراجل يعني رحب وراح ممكن هو شاف ان النادي الاهلي ما قدروش كويس مثلا ان هو نجم من نجوم الفرقه فعشان كده قرر كذا ده ما دي برضه صح على فكره مش غلط حاجات برضو هي دي اللعيب اللي بيحددها يعني ايوه بس ففي لعيب على حسب بقى هو شايف ان هو لا مش هحسبها كده وهقعد وفي لعيب لا بيشوف ان هو ممكن يحقق حاجه تاني في حته تانيه بالظبط فكل واحد بيبص لها من وجهه نظره يعني ايه النادي اللي انت لعبت اهلي وزمالك ايه النادي اللي انت تتمنى تلعب فيه تاني او تكون موجود فيه مش شرط السنه الجايه عشان ما احرجكش يعني بس النادي انت بتتمنى ان انت تكون موجود فيه النادي بتمنى ان انا اكون موجود فيه انا ما اعرفش نصيبي هيبقى فين يعني انت حسب العروض يعني واحد يبقى قاعد كده والله النادي ده حلو نفسي اروح العب فيه والله ما فيش حاجه بتيجي في بالي كده يعني على حسب النصيب وربنا حسب بيبقى رايد هكون حاويت قوي انت مش حاويت والله حاويت قوي طيب
قولي بقى يعني مين النجوم العالميه اللي انت بتحبوه؟ النجوم العالميه؟ انت ابراهيموفيتش طبعا. ابراهيموفيتش بالنسبه لي ده كل شويه يعمل عمليه جراحيه ويرجع عنده مش عارف 40 سنه دلوقتي ولا 39 سنه ما شاء الله يعني. وخد الدوري مع اي سي ميلان ولسه ما شاء الله يعني. لا هو على طول بالنسبه لي مختلف في كل حاجه. مش عارف بيراجع نفسه ازاي يعني الراجل لما بيكبر السن بيكبر يجيله مثلا صليبي ولا يجيله قطع في وتر اكيلس مش عارف ازاي بيراجع نفسه بيبقى اكنه ما فيش حاجه خالص بيبقى هنا هو بيعالج نفسه هنا تفكير يعني المينتاليتي بتاعته شخصيته مختلفه قوي بيقدر يتعامل وبيقدر يطور نفسه وبيقدر يتعامل مع كل الظروف الصعبه بالظبط. مين تاني؟ لا في كتير قوي بره بس ده يعني بتحب انا بحبه يعني بحبه شخصيه وطريقه كلامه وفي الملعب وكاريره كله في كل حته لعب فيها لكن هنعد لعيبه كتير بره كتير جدا. لا انت حد انت اكيد في لعيبه كتير بس انت بتحب لا هو ده انا بحبه بتشجع نادي ايه؟ بشجع نادي ايه؟ في انجلترا في اسبانيا؟ لا في انجلترا مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يعني ما ده منافس ليفربول يعني منافس محمد صلاح. انا طبعا هو محمد صلاح انا يعني هو لوحده انا بشجعه طبعا لكن انا كفرقه بحب اتفرج عليها بحب يعني جوارديولا اتفرج عليه بحب الفرقه بتاعته اتفرج عليها على طول. شايف هالاند عامل ايه؟ شايف ده لسه في خمس ست ماتشات. لا هو مع الراجل ده جاب جولين النهارده في مع مان سيتي قدام اشبيليه. انا مقتنع مع الراجل ده اي لعيب هيوصل جوارديولا يعني كانسيلو كان عامل ازاي في يوفنتوس معاه عامل ازاي لعيبه كتير جدا معاه مختلفه يعني بيطلع منها حاجات مش طبيعيه بيلعبها في مراكز ما كانتش بتلعبها قبل كده. لا هو يعني بالنسبه لي انا شايفه رقم واحد في الحته دي جوارديولا. هالاند يعني لسه ما فيش خمس ست جولات في الدوري الانجليزي 10 اهداف بالظبط. لا لا يعني هداف الدوري الانجليزي بيجيب 20 جول 22 جول في الموسم كله في حوالي 38 اسبوع في خمس ست ماتشات 10 تجوان فممكن نشوف رقم مش طبيعي اكيد في صفقه قويه لمانشستر سيتي السنه دي هالاند. عمرو والله انا سعيد بيك جدا وعايز اشوفك ان شاء الله الفتره الجايه في نادي كبير ان شاء الله ونشوف عمرو بركات بتاع زمان تاني كده ان شاء الله باذن الله. وشد حيلك كده وكنت سعيد ان انت موجود معانا النهارده. وانا والله سعيد جدا. الله يخليك. شكل كابتن ايهاب جلال فعلا جاي الاسماعيلي لما انا قلت لك الاسماعيلي قعدت تضحك. عمر الوحش شكله بيقول لي معلومه مظبوطه. ها هنشوف ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي عمر بشكرك بشكر طبعا كابتن عمرو بركات بشكر كل المشاهدين وكل طاقم العمل ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله.